بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا يا دكاترة، ويا رب إن شاء الله دايما وأبدا بخير ودائما بصحة جيدة. يمكن الفيديو ده أنا واثق إنه هيفيد قطاع واسع جدا من الناس اللي عندهم مشاكل كبيرة مع الأسئلة الكومن في الاستاتيستكس، وأعني بالأسئلة الكومن هنا اللي هي الأسئلة اللي أنت عارف بنسبة تفوق 90% إنها جاية في الامتحان، زي 2 by 2 tables بتاعت الإبيديميولوجي أو بتاعت السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي، البوزيتيف بريدكتيف فاليو نيجاتيف بريدكتيف فاليو، بتاعت الأودز ريشيو والريسك كوانتيفيكيشن اللي هو الريلاتيف ريسك والاتريبيوتابل ريسك والريسك ريدكشن والريلاتيف ريسك ريدكشن والكلام ده كله. انا عارف ان في اطار او في قطاع واسع من الناس عندهم ايفن مشاكل في قدرتهم مع التعامل مع تلك الاسئله، وفي ناس كتير بيعانوا من ان مهما ظبطت القوانين في دماغي برجع برضو اقف قدام مساله الاستاتستكس احس نفسي اني مش عارف احل، حاسس ان في تركه ناقصه او في تكه ناقصه تساعدني ان اقدر احل السؤال ده بسهوله زي ما بتعامل مع اسئله اخرى على مستوى الامتحان. ويمكن لو انت فعلا من هؤلاء الناس فانت دلوقتي قدام الفيديو المناسب. احنا هنتعلم بعض طرق الحل، خد بالك، طريقه حل غير طريقه شرح. يعني انا مش هشرح احصاء من اجل الاحصاء، انا هشرح لك ازاي تحل احصاء او ازاي تقدر تحل الكومن كويستشنز اللي ممكن تجي لك او تقابلك في الامتحان على مستوى الاستاتستكس. الكومن كويستشنز دي مشكلتها ان هي بتتكرر في الثلاثة ستيبس، يعني اليو اس ام دي ستيب 1، اليو اس ام دي ستيب 2 سي كي، وكذلك اليو اس ام دي ستيب 3. فبتبص تلاقي نفسك لا لازم اتعلمها ولازم انا اتعلم التريك اقدر اتعامل مع الاسئله دي ازاي. فبالتالي طريقه الحل السريعه اللي تخليك تقدر تحل السؤال بسرعه شديده وتحس انك مستريح، هضم بقى الكلام بتاع الاستاتستكس من اجل العلم ده ممكن تتعلمه من الديتيلد فيديوز او تتعلم الفيديوهات اللي هي الديتيلد اللي فيها شرح بالتفصيل، لكن الفيديو ده ما هو الا فيديو تكتيكي تاكتكس هتساعدك ان انت تحل اسئله الاستاتستكس بشكل سريع. الفيديو هيتقسم الى سبع او زي ما بيقولوا كده سبع شيتات وعليهم سته ورك شيتس. كل شيت هنخلصه هنحل الورك شيت اللي عليه ما عدا في شيت واحد هيبقى هو شيت وورك شيت في نفس الوقت. منه فيه الورك شيت هيكون عباره عن تطبيق للتكتيك، يعني انا هعلمك التكتيك وبعد كده او هعلمك التكتيك وبعد كده هطبق لك عليه بورك شيت علشان اساعدك ان انت تهضم المعلومه معايا وتحس ان الامر في المتناول باذن الله. مش هقعد اخوت نفسي بقى بكلام كتير واقعد اعلي في صوتي واوطي صوتي. خدوا بالكم يا جماعه الاحصاء ده ما في رياضه، فبالتالي انت ولا انت خالص محتاج ان انت تعلي تونك، فهتلاقوا دايما اغلب الوقت انا محافظ على التون الواطي، مش بقعد بقى بتنطط زي ما بعمل مثلا وانا بشرح كارديولوجي او حاجه من هذا القبيل. هوريك قد ايه ان الموضوع سهل وبسيط وفي المتناول باذن الله. تعالوا نبدأ أول شيت مع بعض، والشيت الأولاني أنا هحل لك فيه معضلة الريلاتيف ريسك والأودز ريشيو ومشتقات الريلاتيف ريسك المختلفة. مهم بس في البداية إنك تبقى عارف إن الريلاتيف ريسك تستخدم غالبًا في حالات الكوهارت ستادز، أما الأودز ريشيو فتستخدم غالبًا في حالة الكيس كنترول ستاديز. الفرق بين الكوهرت والكيس كنترول ببساطة شديدة هي إن في الكيس كنترول أنت بتجيب ناس عندهم المرض وناس ما عندهمش المرض، خلاص، وبتسأل على الريسك فاكتور اللي أنت عايز تقيمه، هل هو بيلعب دور في حدوث المرض ولا لا. فإذا في الكيس كنترول أنت بتقارن ما بين ريسك فاكتور وديزيز، هتلاقي 2 باي 2 تيبل على خانة ريسك فاكتور بوزيتيف نيجاتيف وعلى الخانه الثانيه ديزيز بوزيتيف نيجاتيف. اما في الكوهارت ستادي انت بتجيب مجموعه ناس ومجموعه ثانيه الاثنين ما عندهمش المرض، بس دول بيتعرضوا
الريسك فاكتور اللي انت عايز تختبره بيتعرضوا للريسك فاكتور اللي انت عايز تختبره، دول ما بيتعرضوش، وبتتابعهم على المدى الطويل وبتشوف كم في المية من دول جالهم المرض وكم في المية من دول جالهم المرض. يعني اذا نحن نتحدث في كوهرت بلغة الاكسبوجر التعرض. فبص تلاقي 2 باي 2 تيبل بدل الريسك فاكتور بقى فيه كلمة اكسبوجر، فاكسبوجر بوزيتيف نيجاتيف، ديزيز بوزيتيف نيجاتيف. خلاص دي فكرة ال 2 باي 2 تيبل بتاع الريلاتيف ريسك وال 2 باي 2 تيبل بتاع الاودز ريشيو. إذا الأودز ريشيو نتحدث فيها أو نحن نتحدث بلغة الكيس كنترول، أما في الريلاتيف ريسك نحن نتحدث بلغة الكوهرت ستادي. خلونا نبدأ في الأول إزاي تحسب أودز ريشيو. لما تيجي تحسب أودز ريشيو ببساطة شديدة، كلمة أودز، افتكر كده كلمة أودز، أودز ريشيو أولها أو وآخرها إس، فبسيطة خالص، أس يعني هتستخدم المقص. طب هقص منين؟ هبدأ المقص منين؟ هتبدأ المقص من الحاجة اللي سألك عليها في الأول. يعني مثلا ولنفترض جدلا إن الريسك فاكتور دي كانت سموكينج، وإن الديزيز ده كان لانج كانسر، بسيطة خالص. فبقوا في مجموعة بيدخنوا ومجموعة ما بيدخنوش، ومجموعة عندهم لانج كانسر ومجموعة ما عندهمش. فبقى هنا اللي بيدخن وعنده لانج كانسر، هنا اللي بيدخن وما عندوش، هنا اللي ما بيدخنش وعنده، هنا اللي ما بيدخنش وما عندوش. A B C D أربع قيم عندك في التيبل. سألك هو سؤال واضح وصريح، إيه الأودز أو إيه الريسك إن أنت تبقى عندك لانج كانسر وين يو سموك ريلاتيف لأنك يبقى ما بتدخنش، وأنت بتدخن ريلاتيف لما بتدخنش. يعني إذا هو سائل الأول على مين؟ وين يو سموك، وين يو سموك سألها at first، وين يو سموك يعني وأنت بتدخن أهو دي، يبقى عندك لانج كانسر وانت بتدخن، عندك لانج كانسر وانت بتدخن. يعني هبدأ من الايه؟ هقص بداية من الايه؟ يبقى انت في الاودز افتكر اولها او اخرها اس، يبقى هتقص، قص وابدأ من اللي اتقال في الاول. ابدأ من اللي اتقال في الاول اللي هو ايه؟ هو قال لك the odds of having lung cancer when you smoke relative to when you don't smoke. يبقى انا هبدأ باللي عندهم lung cancer وبيدخنوا، يعني هبدأ من ايه؟ هحط ايه؟ اهو هقص و و ادي المقص، A تايمز D مقسومة على B تايمز C. كل سنة وانت طيب هتطلع الاودز ريشيو بمنتهى البساطة. السيجنفيكانس بتاع الاودز ريشيو باختصار ان لو الاودز ريشيو كانت مور ذان 1 ده معناته ان هناك علاقة بين التدخين وسرطان الرئة، التدخين يؤدي الى سرطان الرئه. اما لو كانت الاودز ريشيو ايكوال 1 ده معناته ليس هناك علاقه بين التدخين وسرطان الرئه. اما لو الاودز ريشيو كانت ليس ذان 1 ده معناته ان التدخين يحمي من سرطان الرئه. طب حلو غلط، دي الاودز ريشيو خلصنا منها. طب لو ريلاتيف ريسك، لو ريلاتيف ريسك لا انت هتتكلم بقى بلغه اكسبوجر، يعني هتبقى بنتكلم في نفس السؤال بس بلغه ان في مجموعه بيدخنوا ومجموعه ما بيدخنوش وتابعناهم على المدى الطويل وشفنا كم في المية من دول جالهم لانج كانسر وكم في المية من دول جالهم ايه؟ لانج كانسر، فبالتالي هيبقى اكسبوجر بوزيتيف نيجاتيف وديزيز بوزيتيف نيجاتيف. طب علشان احسب ريلاتيف ريسك بسيطه خالص، مهم جدا تعرف ان الريلاتيف ريسك از ريشيو، الار ار از ار عشان ما تنساش، الار ار از ار، الريلاتيف ريسك از ريشيو، وريشيو معناها اسمه معناها خد بالك انك هتقسم عمال على بطال، هتستخدم اسم كتير، هتقسم بزياده. طب يبقى حلو، يبقى مبدئيا اول استنتاج هستنتجه في القانون ان هيبقى فيه اسمه، مش بس اسمه ده هيبقى فيه اسمه فوق كمان واسمه تحت. فار ار از ار ريلاتيف ريسك از ريشيو، فافتكر ان عندك ثلاثه ريشيو، ريلاتيف ريسك از ريشيو، فثلاثه ريشيو يعني فيه اسمه فوق واسمه في النص واسمه تحت. طب حلو، انا عايز احشي بقى اللي في القسمه دي. خد بالك انك هتعمل ايه؟ هتحط في اللي فوق اللي يتقال لك الاول، وهتحط في اللي تحت اللي يتقال لك في الاخر، وهتجمع بالعرض. افتكر كده، اللي فوق هتحط في اللي فوق اللي اتقال لك الاول، وهتحط في اللي تحت اللي اتقال لك في الاخر، وهتجمع بالعرض. تعالوا نفهم ونطبق القانون. يعني مثلا لو سالتك قلت لك نفس الفكرة، لو خلينا مثلا الاكسبوجر هنا كالراديشن، قسمنا الناس كده لمجموعتين، مجموعة ساكنين في حتة فيها إشعاع ومجموعة مثلا ساكنين
في دولة ما فيهاش أي إشعاعات، وبعدين قسنا نسبة السرطانات في الجماعة اللي في الدولة دي والجماعة اللي في الدولة دي، فكده ده اسمه كوهرت ستادي. سألتك بقى قلت لك what is the relative risk of people exposed to radiation to have cancer relative to those who are not exposed to have cancer. أنا ذكرت مين الأول؟ people who are exposed to radiation و have cancer. يعني أنا ذكرت مين في الأول؟ اللي بيجيت exposed للراديشن وبي هاف كانسر، اللي هو إيه؟ فالإيه كده هتتحط فوق؟ relative to those who are not exposed to radiation. relative to those who are not exposed to radiation اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ السي اللي ما تعرضوش لإشعاع بس جالهم سرطان. دول اللي هم مين؟ سي، فهحط السي تحت. وهجمع بالعرض. تجمع بالعرض يعني ايه؟ يعني هتحط تحت الايه هنا A بلس B، وهتحط تحت السي هنا C بلس D. مبروك طلعت الريلاتيف ريسك. لو سألتها لك بالعكس what is the relative risk of people who are not exposed to radiation and have cancer to those who are exposed to radiation and have cancer، هتعكس، هتحط السي على سي بلس دي فوق والاي على اي بلس بي تحت. يعني انت بتبدا باللي يتقال لك في الاول في السؤال. يعني انا هنا بادئ لك في السؤال ب people exposed to radiation and have cancer نسبتهم او الريلاتيف ريسك بتاعتهم للناس اللي مش exposed للراديشن وعندهم كانسر. يعني انا بسال هحط في الاول اي وهحط في الثاني تحت سي وبعد كده هجمع بالعرض اي بلس بي سي بلس دي. الف مبروك طلعت الريلاتيف ريسك. القانون اللي بعد كده يا جماعه هو الريلاتيف ريسك ريدكشن. الريلاتيف ريسك ريدكشن تطلعها ازاي او تحسبها ازاي؟ بص علشان تتعلم ازاي تحسبها، بص دي بسيطه خالص. بص هي اسمها ايه؟ الريلاتيف ريسك، يعني اذا اكيد هيبقى في ريلاتيف ريسك في القانون، واسمها ريدكشن. ريدكشن يعني اكيد في ماينس في القانون. فاضل ايه؟ حط 1 بس حضرتك 1 ماينس الريلاتيف ريسك. يعني انت هتطلع الريلاتيف ريسك من اللي فوق وتروح عامل 1 ماينس الريلاتيف ريسك. الف مبروك هتطلع الريلاتيف ريسك ريدكشن. ايه هي الريلاتيف ريسك ريدكشن؟ تعريفها ايه؟ هو الريدكشن اوف ريسك اللي هيحصل بسبب انك تتحكم في الريسك فاكتور اللي انت بتدرسه. يعني مثلا في مثال الراديشن والكانسر، لو انا بعدت الناس عن الراديشن ريسك السرطان فيهم هيقل بمقدار قد ايه؟ هو ده الريلاتيف ريسك ريدكشن، مقدار تقليل الريسك اللي اتريبيوتد للاكسبوجر اللي انت بتختبره. ريلاتيف ريسك ريدكشن 1 ماينس ار ار، اسمها ريلاتيف ريسك وتحط ريلاتيف ريسك. ريدكشن يعني ماينس وهتحط 1 ماينس ريلاتيف ريسك. شكرا. طب بص معايا اللي بعديها اتريبيوتابل ريسك. الاتريبيوتابل ريسك والابسولوت ريسك ريدكشن انا بحب اتذاكرهم مع بعض، والنمبر نيدد تو تريت والنمبر نيدد تو هارم انا عايزك تذاكرهم مع بعض. بص معايا كده الاتريبيوتابل ريسك اتريبيوتابل يعني اذا هتطرح اطرح معلش رخيص معلش انا اسف. طب هطرح ايه؟ شايف قانون الريليتيف ريسك؟ اطرح اللي فوق من اللي تحت، اطرح اللي تعرضوا من اللي ما تعرضوش، اطرح اللي تعرضوا من اللي ما تعرضوش. عارف ايه الاتريبيوتابل ريسك ده؟ يعني انا جبت لك ريسك اللي بيتعرضوا ونقصته من ريسك اللي ما بيتعرضوش، فاديتك ايه؟ محصله طرح الاثنين. محصله الطرح الاثنين ده الريسك اللي اتريبيوتابل للراديشن للاشعاع. This is the amount of risk which is attributable to radiation. فهمت الفكره؟ انما الريلاتيف ريسك ريدكشن هو الريسك هيقل قد ايه لو اتحكمت في الراديشن. فهمت الفكره؟ فالريلاتيف ريسك ريدكشن الريسك هيقل قد ايه لما اتحكم في الراديشن، انما الاتريبيوتابل ريسك هو قد ايه ريسك اتريبيوتابل للراديشن. فهمنا الفكره؟ طيب فدي الاتريبيوتابل ريسك. فالاتريبيوتابل ريسك از ذا ديفرنس ان ريسك بتوين ذوز هو ار اكسبوز تو ذوز هو ار ان اكسبوز. طب اقول لك على حاجه، هو الاكسبوجر ده شرط انه يكون حاجه وحشه؟ يعني شرط انه يكون اشعاع وسرطان كده يعني؟ لا، ممكن الاكسبوز ده يكون حاجه حلوه تحمي زي فاكسين. يعني انا مثلا طعمت ناس ضد الانفلونزا وما طعمتش ناس ثانيه ضد الانفلونزا وتابعتهم،
وشفت نسبة حدوث الانفلونزا في دول كام ونسبة حدوث الانفلونزا في دول كام، كده معناته ان المفروض التطعيم يعمل ايه؟ يحمي، ما يزودش الانفلونزا. فلو الاكسبوجر كان حاجة للوقاية وليس حاجة تو بروموت ذا ديزيز وليس ريسك، انما هو عامل وقائي، هتستخدم الاي ار ار اللي هي الابسولوت ريسك ريدكشن. الابسولوت ريسك ريدكشن انت بتعكس القانون، يعني انت برضو بتطرح، مش في ريدكشن، ابسولوت ريسك ريدكشن، فاذا في ريدكشن في طرح، بس ابسولوت 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 ابسايد داون، ما تنساش كده، ما تنساش ابسولوت ابسايد داون، ابسولوت ابسايد داون. ابسايد داون يعني يعني عكس الاتريبيوتابل ريسك. انت هنا انت هنا طرحت A على A بلس B اهو، ماينس C على C بلس D. هنا لا، هتطرح بقى C على C بلس D ناقص A على A بلس B. ده طبعا لو كان الموضوع ماشي خلف خلاف، اللي هو الاكسبوجر كان لحاجه بروتكتيف مش لحاجه بتبروموت الديزيز، يعني انت فاهمني؟ فدي الفكره يعني. ف C على C بلس D ناقص A على A بلس B، فالابسولوت ريسك ريدكشن ابسايد داون. ابسايد داون يعني ايه؟ يعني تعكس الاتريبيوتابل ريسك. ابسايد داون خلاص، ابسولوت ريسك ابسايد داون، اتريبيوتابل ريسك اطرح اطرح ايه؟ اكسبوزد من ان اكسبوزد. اذا الموضوع كله بسيط خالص، انت من الريلاتيف ريسك قدرت تطلع الثلاثه دول، طلعت منه ريلاتيف ريسك ريدكشن بانك عملت 1 ماينس الريلاتيف ريسك، طلعت منه الاتريبيوتابل ريسك بانك اطرح اطرح مين اللي فوق في قانون الريلاتيف ريسك ناقص اللي تحت. طب ابسولوت ابسايد داون، ابسايد داون يعني اللي تحت في قانون الريلاتيف ريسك ناقص اللي فوق اللي هو عكس الاتريبيوتابل ريسك. طب حلو جدا. نمبر نيدد تو تريت، نمبر نيدد تو هارم. النمبر نيدد تو تريت يعني لو انت مثلا بتدرس ليست سي علاقه بالراديشن وكانسر، كم واحد انت محتاج تحميه من الاشعاع علشان تقلل حالات السرطان بمقدار حاله واحده؟ نفس الكلام لو نمبر نيدد تو هارم، كم واحد انت محتاج تعرضه للاشعاع علشان تزود حالات السرطان حاله واحده؟ هي دي فكره نمبر نيدد تو تريت او نمبر نيدد تو هارم. واحد منهم هيتحسب من الاتريبيوتابل ريسك والثاني هيتحسب من الابسولوت ريسك ريدكشن. واحد منهم هيتحسب من الاتريبيوتابل ريسك والثاني هيتحسب منهم من الابسولوت ريسك ريدكشن. طب بص، نمبر نيدد تو هارم 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 اي ار، يبقى هو ده اللي هيتحسب من الاتريبيوتابل ريسك. واحد على الاتريبيوتابل ريسك اهو 1 اوفر اي ار او 1 اوفر اتريبيوتابل ريسك. اما الثاني بقى خلاص، يبقى هو ده اللي 1 اوفر الابسولوت ريسك ريدكشن. يبقى انت خلاص اتعلمت تحسب نمبر نيدد تو تريت، نمبر نيدد تو هارم ببساطه شديده وبدون اي مشاكل تماما. يبقى احنا كده اتعلمنا نحسب اهم الحاجات من ال 2 باي 2 تيبل بتاع الاكسبوجر والديزيز او الريسك فاكتور والديزيز، على حسب احنا بنتكلم في كيس كنترول ولا بنتكلم في كوهارت ستادي. طب بالراحه كده بقى هتفهم اكتر لما نطبق في الورك شيت. ادوني دقيقه واحده هفتح الورك شيت. خلونا نبص على الورك شيت الاولاني. الورك شيت الاولاني بيقول ايه؟ ادي اهو قدام حضرتك ناس اكسبوزد تو سموكينج وناس نوت اكسبوزد تو سموكينج، وشفت نسبه البرونكيال ازمه في دول كام ونسبه عدم وجود البرونكيال ازمه في دول كام، وفي دول في دول وفي دول. اذا انت هنا بتقارن ما بين اكسبوجر وايه؟ وديزيز، مش كده؟ طالما اكسبوجر وديزيز يبقى احنا بنتكلم بلغه ايه؟ كوهارت ستادي. يبقى يوم ما هسالك انا هسالك بلغه ريلاتيف ريسك واخواتها او ريلاتيف ريسك ومشتقاتها. السؤال الاولاني بيقول لك ايه يا سيدي؟ What is the relative risk? Calculate the relative risk to have asthma when you smoke relative to not smoking. Have asthma when you smoke. احنا قلنا بقى ها relative risk is a ratio. وهنحط اسم فوق واسم تحت، هنقسم عمال على بطال، صح؟ اللي هيتحط فوق هو مين؟ اللي بيتقال الاول. هو بيسالك What is your relative risk to have asthma when you smoke? Have asthma when you smoke دي 154، وهيتحط تحتها ايه؟ اجمع بالعرض اللي هي 154 زائد 136 اللي هو مطلع لك اصلا التوتال بتاع 290، مش فارقه قوي. و relative to when you don't smoke not smoke و have asthma اللي هو كام؟ 13.
13 على 13 زائد 25 بجمع بعض. هتحسب، تعالوا نحسبها مع بعض بالكالكوليتر، انا جايب موبايلي اهو معايا. تعالوا نحسب 154 زائد 136، 154 زائد 136 تديني 290، اللي هو التوتال اللي هو مطلعه. يعني احنا نقسم 154 على 290 يبقى هتديني اللي فوق 0.53 تقريبا، واللي تحت هنقسم 13 على 38 هتديني 0.34 تقريبا. اقسم 0.53 على 0.34، كل سنه وانت طيب، طلعنا 1.56 approximately. يبقى اذا مره ونص او اكتر من مره ونص بحاجه بسيطه is your relative risk when you smoke to have asthma relative to when you don't smoke. طيب السؤال الثاني سالك، طب احسب لي بقى الاتريبيوتابل ريسك، الريسك اللي اتريبيوتابل لل سموكينج في حدوث البرونك الازمه. ها قلنا اتريبيوتابل، اتر يبقى اطرح، اطرح مين؟ اطرح اللي فوق من اللي تحت، او اطرح الاكسبوزد من الانكسبوزد. يعني هطرح ال 0.53 ناقص ال 0.34، هبص الاقي 0.53 ناقص 0.34 هيطلع لي 0.19. يعني تقريبا الاسهام او الريسك اللي اتريبيوتابل للسموكينج في حدوث البرونكيال ازمه مقداره 0.19 او 19%، لو انت عايز تحسبها بالبرسنتايل 19% يعني. طيب حلو جدا. الحاجه الثالثه اللي عايزك تحسبها هي النمبر نيدد تو هارم، يعني كام واحد محتاجهم يدخنوا علشان خاطر تزود حالات البرونكيال ازمه بمقدار حاله واحده. طب حلو، نمبر نيدد تو هارم، هارم 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 اي ار، يبقى هستخدم الاي ار 1 ديفايدد الاي ار، او 1 ديفايدد 0.19. لما احسب 1 divided 0.19 يبقى كده انا هطلع 5.3 تقريبا approximately. يعني انت محتاج تعرض 5.3، طبعا ده مجازا، يعني 5.3 من البشر للسموكينج لو نفسك تزود في البوبيوليشن ده حالات البرونك الازمه بمقدار حاله واحد. يبقى دي النمبر نيجي تو بار. يبقى انت خلاص اتعلمت خلاص او عرفت قد ايه الموضوع سهل وبسيط وتقدر تطلعه بمنتهى السهوله واليسر. نفس الكلام ينطبق على الاودز ريشيو بالمناسبه. تعالوا ناخد الاكزامبل الثانيه. السؤال الثاني في الورك شيت هوجه عنايتك فيه لتركه مهمه جدا احنا مرتبين على اساسها الحل بتاعنا كله. يعني بص مثلا عندك في هذا السؤال: A study is performed to assess the relation between endometrial carcinoma and having children in females. فأنت قسمت الفيميلز، الفيميلز عندهم أطفال وفيميلز ما عندهمش أطفال، وتابعتهم على المدى الطويل، وكأن الأطفال هنا هي الإكسبوجر. تابعتهم على المدى الطويل وشفت نسبة حدوث الإندوميتريال كانسر في دول كام، ونسبة حدوث الإندوميتريال كانسر في دول كام. فأنت هنا بتحاول تأسوشيت ما بين الإندوميتريال كارسينوما وهافينج تشيلدرن. طيب حلو خالص، يعني كده احنا بنتكلم بلغه برضه كوهرت ستادي، فبنتكلم في ريلاتيف ريسك. وادي 2 باي 2 تيبل مديهولك اهو وراسمهولك اهو، فانت تقول يا سلام ده انت طيب قوي وراسم لي 2 باي 2 تيبل كمان. لا، في تركه وخازوق خد بالك منه واوعى تلبسه. بص هو هنا بيقول لك ايه: كالكوليت ذا ريلاتيف ريسك اوف ديفلوبينج اندوميتريال كارسينوما ان فيميلز هو هاف نو تشيلدرن كومبير تو ذوز هو هاف تشيلدرن. قبل ما تبدا اي حل اتاكد ان التيبل على عدلته، ودي تريكة مهمة جدا، اتأكد ان التيبل على عدلتك. عارف انت لما يبقى لعيب ايمن او لعيب اشول لازم يعدل الكورة على عدلته، هي نفس الفكرة برضه، انت لازم تعدل ال 2 باي 2 تيبل على عدلتك. احنا دايما حاطين في ال 2 باي 2 تيبل بتاعنا ايه؟ احنا دايما في ال 2 باي 2 تيبل بتاعنا حاطين الاكسبوجر تحت والديزيز هو اللي فوق. هنا هو حاطط لك الديزيز تحت والاكسبوجر هو اللي فوق. فانت لازم تعيد رسم التيبل على عدلتك اهو، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، عشان تقدر تطلع منه الريزلتس بمنتهى السهوله. هتحط في الخانه دي مين؟ اللي عندهم اطفال، ما هو الاكسبوجر هنا هي تشيلدرن، اللي عندهم اطفال وعندهم اندوميتريال كانسر. فين؟ ادي اللي عندهم اطفال وعندهم اندوميتريال كانسر اللي هم 220، وهتحط في الخانه دي اللي ما عنده، اللي عندهم اطفال وما عندهمش اندوميتريال كانسر، عندهم اطفال وما عندهمش اندوميتريال كانسر. هتحط 1250. طيب حلو جدا. وهتحط هنا في الخانه دي اللي ما عندهمش اطفال وجالهم اندوميتريال كانسر، ما عندهمش اطفال
وجالهم اندوميتريكس، يعني هحط هنا 80، وهتحط في الخانه دي اللي ما عندهمش اطفال وما جالهمش اندوميتريكس، ما عندهمش اطفال وما جالهمش اندوميتريكس، هحط هنا 900. الكلام واضح؟ فانت كده عدلت الجدول وظبطته على عدلتك الاول، وبعدين ابدا شوف السؤال بقى. والله احنا عايز منك في السؤال ايه؟ الريلاتيف ريسك. تعالوا بس نطول البورد شويه عشان نعرف نعمل مساحه نحسب فيها الريلاتيف ريسك. هو الراجل عايز ريلاتيف ريسك، والدكتور تاح قال لنا ريلاتيف ريسك از ريشيو، يعني هنحط ريشيو كده وهنحط ريشيو فوق وريشيو تحت، بس التركه هنقسم ايه على ايه؟ مين اللي هيتحط فوق ومين اللي هيتحط تحت؟ ماشي، اللي هيتحط فوق اللي اتقال في الاول، شوف اهو. What is the relative risk of developing endometrial cancer in females who have no children? اوهو، يعني اذا انت عايز اللي ما عندهمش اطفال وجالهم endometrial cancer، هم دول اللي هيتحطوا فوق. اللي ما عندهمش اطفال وجالهم endometrial cancer دول اللي هم 80. ال 80 هي اللي هتتحط فوق، وبعدين اجمع بالعرض 80 زائد 900. طب وبعدين اللي هيتحط تحت اللي عندهم اطفال وجالهم اندوميتريال كانسر، اللي عندهم اطفال وجالهم اندوميتريال كانسر اللي هم ال 220، هم دول اللي هيتحطوا تحت. كومبير تو ذوز هو هاف تشيلدرن 220، ويجمع بالعرض 220 زائد 1250. اوه تمام. طب تعالوا نجمعها بالكالكوليتور، نعملها بالكالكوليتور مع بعض. عايزين نحسب 80 زائد 900 الاول، بقت 980، فكده يبقى 80 على 980، وتحت هتبقى 220 على 220 زائد 1250، ادي 1470. احسب حضرتك اللي فوق، 80 على 980 تديك 0.08، واحسب اللي تحت 220 على 1470 تديك 0.15 تقريبا، بالتقريب 0.08 مقسومة على 0.15 يبقى ده معناته ان 0.53 هي الاجابة الصحيحة. عايز اراجع برضه على الحسبة بتاعتي اتاكد ان انا حاسب صح. تم مراجعة الحسبة بنجاح والحسبة مظبوطة 0.55. طب هنا كده يا جماعة الريلاتيف ريسك دي طبعا طالعة less than 1 صح؟ دي طالعة less than 1، معنى ما طالعة less than 1 يبقى ده معناته انك يبقى عندك اطفال، ده بيحميكي من الاندوميتريال كارسينوما. giving birth protect you against endometrial كارسينوما، لان الريشيو طالعة 0.55. والدليل على ذلك ان بص 80 بس من اصل 980 واحدة جالهم endometrial كارسينوما في اللي ما عندهمش اطفال، في حين ان 220 على 1400، 22 من 1470 كانوا. المهم يعني ان دي الايه؟ الريلاتيف ريسك وطريقه حساب الريلاتيف ريسك. سيما مكان بقى الدنيا ممكن تمشي ازاي؟ خد بالك الارقام اللي انا حاططها في الاكزامبل دي ارقام تقديريه مني، انا بس عايز امرنك على البرنسبل ان انت تبقى فاهم ازاي تحط ريلاتيف ريسك او تحسب ريلاتيف ريسك. فبسيطه خالص، يبقى انت خلاص عرفت ازاي تحسب ريلاتيف ريسك، ازاي تحسب اتريبيوتابل ريسك، ازاي تحسب نمبر نيدد تو تريت، نمبر نيدد تو هارم، ازاي تحسب اودز ريشيو. قلنا بنقص وبنبدا باللي اتقال في الاول كده. دي صفحه كامله في كتابك في الفيرست ايد اللي هي صفحه الكوانتيفيكيشن اوف ريسك، اودز ريشيو، ريلاتيف ريسك، ريلاتيف ريسك ريدكشن، اتريبيوتابل ريسك، ابسولوت ريسك ريدكشن، نمبر نيدد تو تريت، نمبر نيدد تو هارم. تمام؟ فيري امبورتنت انك تتعلم ازاي تحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة السبع حاجات دول. تمام؟ تعالوا نخش على الشيت الثاني. قبل ما أدخل على الشيت الثاني، معلش أنا وقفت التسجيل ورجعت شغلته، أنا عايز بس أعدل نقطة صغيرة هنا، إن ده معناته هنا خد بالك إن having no children is actually protective against endometrial cancer، لأن أنا شاكك إنه قلتها بالعكس. Having no children is actually protective against endometrial cancer، يعني انك يبقى ما عندكيش اطفال ده بيحميكي من الاندوميتريال كانسر. المعلومه دي علميا مش صحيحه يعني، بس زي ما قلت لكم احنا هدفنا بس ان احنا نلعب بالارقام لا اكثر ولا اقل. تمام؟ تعالوا نطير سريعا الى الشيت اللي بعديه. الشيت الثاني.
ده الشيت الثاني. الشيت الثاني ده اللي هو بتاع السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي والبوزيتيف بريدكتيف والنيجاتيف بريدكتيف. لازم أن تتعلم تحسب الاربع حاجات دول في اي 2 باي 2 تيبل ريليتد تو سكريننج تيست، اللي هي يا جماعه موجوده عند حضرتك في الصفحه الثانيه في الفيرست ايد، اللي هو بلوك ايفالويشن اوف دايجنوستيك تيست. فبلوك ايفالويشن اوف دايجنوستيك تيست مهم جدا تتعلم انك تحسب الاربع حاجات دول: سنسيتيفيتي، سبيسيفيستي، بوزيتيف بريدكتيف فاليو، نيجاتيف بريدكتيف فاليو. تعالوا نتعلم ازاي نحسبهم مع بعض. اول خطوه في انك تحسب السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي والبوزيتيف بريدكتيف والنيجاتيف بريدكتيف، انا هعلمك ازاي تحسبهم من الاول، بعدين همسك لك كل ترم على حده واعرفك معناه ايه، بس خلينا نتعلم ازاي نحسبهم من الاول. اول خطوه في انك تعرف تحسب سنسيتيفيتي سبيسيفيستي بوزيتيف بريدكتيف نيجاتيف بريدكتيف، انك تعدل التيبل على عدلتك. تعدل التيبل على عدلتك بمعنى تحط التيست تحت والديزيز فوق. احنا دايما حاطين الديزيز فوق، خد بالك، حتى في الاكسبوجر كنا حاطين الديزيز فوق، حتى في الريسك فاكتور كنا حاطين الديزيز فوق، فالديزيز دايما فوق. خلاص، ما انت حطيت الديزيز فوق، حطيت التيست تحت، تيست بوزيتيف تيست نيجاتيف، ديزيز بوزيتيف ديزيز نيجاتيف، مليت الاربع خانات بتوعك. الخانه دي فيها اللي ادوك تيست بوزيتيف وهم فعلا عندهم المرض، يعني ده ترو بوزيتيف. وفي الخانه دي انت حاطط اللي ادوك تيست بوزيتيف لكن للاسف طلع ما عندهمش المرض اكشولي، فده معناته ان ده اسمه فولس بوزيتيف. طيب، اما في الجزء اللي تحت ده انت حطيت الناس اللي تيست نيجاتيف في حين انهم طلعوا ديزيز بوزيتيف، يعني هنا ده الفولس نيجاتيف، وحطيت هنا اللي التيست بتاعهم اداك نيجاتيف وفعلا طلعوا ديزيز نيجاتيف، يعني دول ترو نيجاتيف. فترو بوزيتيف فولس بوزيتيف، ترو نيجاتيف فولس نيجاتيف، اعملها خلاص ماشيه كده. داير او مربع، خد بالك انت، ترو بوزيتيف فولس بوزيتيف، ترو نيجاتيف فولس نيجاتيف، خلاص تي بي اف بي تي ان اف ان، نمشيها انت كده. هات الاربع خانات دول بس، حسبت الاربع خانات، عدلت الجدول، الف مبروك. ايه ده والله؟ طب علمني بقى، لا ازاي احسب سنسيتيفيتي وسبيسيفيستي؟ بص استمر معايا معايا كده معايا وتركز معايا يا دكتور، ماشي؟ سنسيتيفيتي جوز داون، سبيسيفيستي جوز اب، سنسيتيفيتي جوز داون، سبيسيفيستي جوز اب، معايا sensitivity goes down specificity goes up. ودايما ابدا بالترو، ودايما ابدا بالترو. طب اقول لك على حاجه، sensitivity goes down وابدا بالترو، ابدا من هنا من فوق لتحت goes down، يعني ترو بوزيتيف مقسومه على الترو بوزيتيف زائد الفولس نيجاتيف. شكرا. طيب specificity goes up وهبدا بالترو، هبدا بالترو هجو اب، يعني هبدا بالترو نيجاتيف. ترو نيجاتيف مقسومه على ترو نيجاتيف زائد فولس بوزيتيف. sensitivity goes down specificity goes up. يلا معايا يا دكتور، خلاص مش موضوعنا، خلاص بقى كفايه، احترم نفسك، اهدى رمضان، خلاص ما علينا. المهم يعني فبالتالي sensitivity goes down specificity goes up، خلاص انت اتعلمت ازاي تحسب sensitivity specificity. طب بص بقى معايا، positive predictive value ونيجاتيف predictive value عشان تتعلم تحسبه. بص بص، البوزيتيف فوق النيجاتيف تحت، ما ده طبيعي، بوزيتيف بوزيتيف حاجه ايجابي، رقم ايجابي فدايما يبقى فوق، رقم سلبي لازم يبقى تحت. فاذا خد بالك اول حاجه تعرفها ان البوزيتيف بريدكتيف فاليو هيتحسب من الجزء اللي فوق من التيبل، النص اللي فوق من التيبل. طب النيجاتيف بريدكتيف فاليو هيتحسب من النص اللي تحت، الجزء اللي تحت من التيبل. حلو خالص، ركز معايا، اعتبر معايا ان نص الجدول ده الزيرو، يعني النص اللي هنا ده هو الزيرو. تفتكر اتجاه البوزيتيف دايما واحنا بنكتب زيرو بيبقى اتجاهه فين؟ اهو كده اهو، خلاص كده، يعني زيرو هيبقى كده 1 2 3 4، ولو كده زيرو النيجاتيف هيبقى كده نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 1. فدايما اتجاه البوزيتيف في هذا الاتجاه. فاذا افتكر كده ان البوزيتيف فوق من الشمال لليمين، فوق من الشمال لليمين. طب والنيجاتيف بريدكتيف فاليو، النيجاتيف تحت تحت من اليمين للشمال، خلاص فوق من الشمال لليمين تحت من اليمين للشمال. وتاكد دايما انك بتبدا بالترو يا ابني،
اتاكد دايما انك بتبدا بالترو. طب بص معايا كده، بوزيتيف بريدكتيف فاليو، بوزيتيف صح علينا، بوزيتيف يبقى فوق، والزيرو هنا يبقى الاتجاه كده من اليمين، قصدي من اليمين فوق، من الشمال لليمين عفوا، ايه ده انا عكست، انا مش بتقول قصادي، زيرو احنا ماشيين في الاتجاه ده، في الاتجاه ده يعني من الشمال لليمين، من الشمال لليمين، ففوق من الشمال لليمين، ودايما ببدا بالترو اهو، يبقى ترو بوزيتيف، بدات بالترو، ترو بوزيتيف اهو مقسوما على ترو بوزيتيف زائد فولس بوزيتيف. النيجاتيف بريدكتيف فاليو، والله دكتور تحت قال لنا نيجاتيف، نيجاتيف يعني تحت، نيجاتيف يعني تحت، يبقى احسب من هنا. طيب ولو الزيرو هنا يبقى اتجاه النيجاتيف كده، اتجاه النيجاتيف كده يعني ايه؟ من يميني لشمالي، من هنا هنا، من يميني لشمالي، يبقى ايه؟ وهبدا بالترو، ادي اهو، دايما متاكد انك بتبدا بالترو، ترو نيجاتيف زائد ترو نيجاتيف زائد فولس نيجاتيف، ترو نيجاتيف مقسومه على ترو نيجاتيف زائد فولس نيجاتيف. اتعلمت ازاي تحسب الاربعه؟ اذا sensitivity goes down specificity goes up، ودايما نبدا بالترو، بوزيتيف بريدكتيف، بوزيتيف بريدكتيف، بوزيتيف فوق النيجاتيف تحت، وابدا بالترو واتاكد انك ماشي في اتجاه البوزيتيف، ابدا برضه في النيجاتيف بريدكتيف فاليو بالترو واتاكد انك ماشي في اتجاه النيجاتيف، وكان المنتصف والزيرو، انت كده تتاكد انك ماشي صح. خلاص يا جماعه بقت سهله خالص. طيب تعالوا بقى نفهم معنى كل مصطلح، علشان يعني برضو مهم انك تبقى فاهم معنى سنسيتيفيتي ايه، معنى سبيسيفيستي ايه، معنى بوزيتيف بريدكتيف فاليو ايه، معنى نيجاتيف بريدكتيف فاليو ايه. بص السنسيتيفيتي از ذا ترو بوزيتيفيتي اند ذا سبيسيفيستي از ذا ترو نيجاتيفيتي. بص ابدا اديك دليل ان السنسيتيفيتي از ذا ترو بوزيتيفيتي، اهو بص ترو بوزيتيف متكرره فوق ومتكرره تحت يا اخي، فبالتالي السنسيتيفيتي از ميجر اوف ترو بوزيتيفيتي، السنسيتيفيتي از ميجر اوف ترو بوزيتيفيتي، كتبها كده سنسيتيفيتي ميك سنس. عارف لما حد في امريكا هنا يقول لك ات ميك سنس، ات ميك سنس يعني ده حقيقي، ات ميك سنس، فميك سنس يبقى انت بتميجر البوزيتيفيتي. عارف يعني ايه مدى الترو بوزيتيفيتي؟ يعني اي تيست ليه سنسيتيفيتي عاليه هيبقى جود نيجاتيف تيست، يعني ده لو طلع لك نيجاتيف يبقى اقسم بالله العيان ده فعلا هايلي لايكلي انه يبقى نيجاتيف، لان عارف التيست ده يوم ما بيدي بوزيتيف بيبقى صادق، صادق صادق يعني، فعمره ما بيدي فولس نيجاتيف. انت واخد بالك؟ بص بص، ترو بوزيتيف على ترو بوزيتيف زائد فولس نيجاتيف، يعني ذا سنسيتيفيتي جوز اب وين ذا فولس نيجاتيف جوز داون. شوف العلاقه بينهم علاقه عكسيه، سنسيتيفيتي جوز اب وين ذا فولس نيجاتيف جوز داون. يبقى ده معناته ان كل ما السنسيتيفيتي بتاعت اي تيست كانت عاليه كل ما هيبقى الفولس نيجاتيف بتاعه قليل، يعني ما بيديش فولس نيجاتيف، ما بيديش فولس نيجاتيف، فما بيديش فولس نيجاتيف مينز اتس ا جود نيجاتيف. سنسيتيفيتي از ا ميجر اوف ترو بوزيتيفيتي اند هاي سنسيتيفيتي انديكيت لو فولس نيجاتيفيتي. يبقى ده معناته ان التيست ويل بي جود نيجاتيف، اتس ا جود رول اوت تيست. السبيسيفيستي العكس، specificity is a measure of true negativity and the specificity becomes higher when the false positive becomes lower. This means that if the sensitivity is up, the false positivity is extremely down, so the test will become a good positive test. It's a good positive test. افتكرها كده، sensitivity true positivity good negativity، specificity true negativity good positivity. خلاص ده الايه؟ دي sensitivity و specificity. عارف positive predictive و negative predictive الاثنين دول، افتكرها كده positive predictive negative predictive 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 probability predictive probability. يبقى بالتالي عارف انت لما positive predictive value ده معناته ايه؟ هو انا التيست بتاعي طلع positive، ايه البروبابيلتي ان انا ابقى فعلا عندي المرض؟ دي بتقيسها بالpositive predictive value بتاع التيست. انا التيست بتاعي طلع نيجاتيف، ايه البروبابيلتي بتاعتي ان فعلا يطلع ما عنديش المرض؟ ده بتتقاس بالنيجاتيف بريدكتيف فاليو. فبريدكتيف فاليو از ا بروبابيلتي، بريدكتيف فاليو از ا بروبابيلتي، بوزيتيف بريدكتيف نيجاتيف بروبابيلتي، بوزيتيف بريدكتيف نيجاتيف بريدكتيف. خلاص تعالوا نخش على الورك شيت بتاع السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي، ورك شيت نمبر 2.
يلا اهو يا سيدي. بص معايا كده على ده، ادي اهو تيست بوزيتيف تيست نيجاتيف، ديزيز نوت ديزيز، ديزيز بوزيتيف ديزيز نيجاتيف. الاول اتاكد ان التيبل على عدلتي، التيبل ده على عدلتي، على عدلتي، الديزيز فوق والتيست تحت. طب تمام، هو عايزك تحسب الاربع حاجات. يلا ها، مين بقى بيغني دلوقتي؟ غني، يلا غني. sensitivity goes down، specificity goes، وانا ببدا بالترو بوزيتيف. تعالوا نحط الخانات، ترو بوزيتيف، فولس بوزيتيف، ترو نيجاتيف، فولس نيجاتيف. خلاص. طب يلا، sensitivity goes down اللي هو ايه؟ ترو بوزيتيف مقسومة على ترو بوزيتيف بلس فولس نيجاتيف، يعني 180 على 180 زائد 20 اللي هي 180 على 200. تعالوا نحسبها كده. معلش انا في الرياضه تلاقيني بستخدم الكالكوليتور ده عشان انا بعافيه شويه. 180 على 200 0.9. ادي دي السنسيتيفيتي بقى، يعني ده 90% ما شاء الله ده. طب طالما التيست ده 90% سبيسيفيك، يبقى ده معناته انه جود نيجاتيف ولا باد نيجاتيف ولا جود بوزيتيف ولا باد. اتس جود نيجاتيف، اتس جود نيجاتيف، ده معناته ان الفولس نيجاتيف بتاعه واطي جدا، طالما السنسيتيفيتي بتاعته عاليه قوي كده. هو 0.9 لو ضربتها في 100 بقى 90%. طب سبيسيفيسيتي جوز اب، وببدا بالترو او هبدا بالترو هنا، يبقى ترو نيجاتيف. يبقى دي ترو نيجاتيف مقسومه على ترو نيجاتيف بلس فولس بوزيتيف. عندنا 720 مقسومه على 720 زائد 80 اللي هم 800 تقريبا، يبقى دي 720 على 800، يبقى دي عندك 0.9. واو، يعني التيست ده كمان 90% سبيسيفيك، يبقى اتس ا جود بوزيتيف اند ا جود نيجاتيف تيست كمان. بسم الله ما شاء الله، حاجه تيست روعه الروعه يعني. طيب عايز احسب ايه كمان؟ بوزيتيف بريدكتيف فاليو. يلا بوزيتيف، بوزيتيف يبقى فوق ولا تحت؟ فوق ان شاء الله، فوق وهبدا بالترو. فوق وهبدا بالترو، فوق وهبدا بالترو، يعني همشي كده اتاكد ان انا ماشي في اتجاه البوزيتيف. لو الزيرو هنا فعلا اتجاه البوزيتيف كده 1 2 3 4، يبقى بالتالي ايه؟ 180 اللي هو ايه؟ الترو بوزيتيف مقسومه على ترو بوزيتيف زائد فولس بوزيتيف اللي هو كام؟ 180 مقسومه على 180 زائد 80. ماشي احسب، هذه 180 زائد 80 يبقى 260، يعني 180 على 260 يبقى كده احنا معانا 0.69 اللي هي 0.7 تقريبا يعني. ماشي. طب النيجاتيف بريدكتيف فاليو، نيجاتيف تحت، نيجاتيف تحت، وببدا بالترو تحت وهبدا بالترو، يعني هبدا بالترو نيجاتيف، بعد كده هحط تحت ترو نيجاتيف زائد فولس نيجاتيف. ماشي، ادي ترو نيجاتيف مقسومه على ترو نيجاتيف زائد فولس نيجاتيف. ده جميل جدا. اتاكد برضو ادي لو ده الزيرو وانا ماشي كده يبقى انا فعلا ماشي باتجاه الايه؟ النيجاتيف. طب كويس جدا، ما زال فوق. يبقى كده احنا عندنا هيبقى 720 على 740، 720 على 720 زائد 20 يبقى 740، 720 على 740 يديني 0.97 او 0.97 بالتقريب. دي النيجاتيف بريدكتيف فاليو. طب طلعنا البوزيتيف بريدكتيف فاليو، نيجاتيف بريدكتيف فاليو، سنسيتيفيتي سبيسيفيتي زي الفل، اتعلمنا زي ما طلعنا. خلاص انا فهمتك من المره اللي فاتت كل واحد از ميجر اوف ايه. تمام؟ نشوف السؤال الثاني كده. بنغتت شويه بقى، بيقول لك نيو تيست تو دايجنوز اتش اي في از بينج تيستد. في اختبار جديد عملناه كده الاختبار الاتش اي في، بنختبره بنشوف اخباره ايه. Sensitivity of the test is 70% and specificity is 90%. There are 100 HIV patients and 200 normal patients in the study. Calculate the false negative. أرجوك ما تتخبر، ما تغرب يا ساتر يا رب. ايه ده؟ ايه ده؟ ليه كده؟ ليه يا اخي؟ ليه تموت الفرحه جوا ولا اي حاجه غلط؟ بالراحه. اول خطوه انا قلت لك دايما ايه؟ امشي بخطواتي، امشي والله بالخطوات اللي انا بقول لك. اعمل ال 2 باي 2 تيبل على عدلتك. ماشي، يلا يا باشا.
نعمل ال 2 باي 2 تيبل بسم الله كده واحدة واحدة بنزنمه في الله. New test to diagnose HIV يبقى الديزيز هنا عندنا HIV ماشي بوزيتيف نيجاتيف والنيو تيست اهو ادي النيو تيست بوزيتيف نيجاتيف ويلا حط خاناتك ترو بوزيتيف فولس بوزيتيف ترو نيجاتيف فولس نيجاتيف خلاص ماشي. طب حلو جدا. هو الراجل ده بيقول لك ايه السنسيتيفيتي بتاعت التيست 70% والسبيسيفيستي 90% وفي 100 واحد اكشوالي كان عندهم اتش اي في 100 واحد اكشوالي عندهم اتش اي في يعني هو عايز يقول لك ان حاصل جمع كل من هم اتش اي في بوزيتيف 100 حاصل الجمع ده ب 100. طب اقول لك على حاجه وكل اللي ما عندهمش اتش اي في كانوا 200 يعني حاصل جمع كل العمود ده انا بترجم اهو الكلام ب 200. طب بالراحه كده كالكوليت ذا فولس نيجاتيف هو عايز دي عارف افتكر كده ضع الفولس نيجاتيف في قانون مفيد. اه والله افتكر كده كانه بيقول لك لما اقول لك كالكوليت الفولس نيجاتيف حط صباعك كده على اللي عايزك تكالكوليته اه حط عليه في الجدول كده حط صباعك عليه في الجدول اي هو كانه بيقول لك حط دي في قانون مفيد. دي كانت بتتحط في قانون ايه؟ سنسيتيفيتي ولا سبيسيفيستي؟ سنسيتيفيتي جوز داون سبيسيفيستي جوز اب. سنسيتيفيتي جوز داون وببدا بالترو اه اهو يبقى السنسيتيفيتي جوز داون وببدا بترو ترو بوزيتيف على ترو بوزيتيف بلس فولس نيجاتيف. مبروك المساله اتحلت. ليه يا دكتور ازاي؟ ما هو مديك هو السنسيتيفيتي. السنسيتيفيتي مديلك بكام؟ ب 70% ما ينفعش تحطها هنا 70 بقى احترم نفسك دي بيرسنت عوض فيها ب 0.7. والترو بوزيتيف مدياني؟ لا والله ما ادانيش. ترو بوزيتيف بلس فولس نيجاتيف اه الترو بوزيتيف بلس فولس نيجاتيف اللي هو العمود ده على بعضه وقايل لك ان العمود ده على بعضه ب 100 يبقى ده ايه ال 100 فانت خلاص 1000 1000 1000 مبروك. طب 1000 1000 مبروك فيها يا دكتور لسه ما انا هقول لك ليه 1000 مبروك ما خلاص اهو بص اذا الترو بوزيتيف ممكن تطلع ازاي ب 100 في 0.7 يلا كده 100 في 0.7 تديني 70 70 يعني الترو بوزيتيف هنا 70 يبقى انت قدرت تطلع ان دي ب 70. طب ما هو دي ب 70 والعمود ده على بعضه ب 100 يبقى 70 100 ناقص 70 هتديني دي يبقى الفولس نيجاتيف ايكوال 100 ناقص 70 100 ناقص 70 فيها 30 يلا 1000 1000 1000 ألف مبروك اه يبقى دي ب 30 ادي الفولس نيجاتيف اللي كان عايزها مختها مش مستاهل ما فيهاش اي حاجه انت شوف التركه بس اللي انت بتاع السنسيتيفيتي جوز داون سبيسيفيستي جوز اب واعمل ال 2 باي 2 تيبل على عدتك شكرا تمام. نشكركم على تاني ورك شيت وتاني شيت تعالوا نخش على الشيت اللي بعده. الشيت اللي بعده هو الكيرف العجيب ده اللي انا واثق ان كلكم تعقدوا منه الحقيقه. الشيت ده اهو الشيت ده اهو موجود عندك برضه في بلوك كده منفصل الفيرست ايد اللي هو موضوع لو لعبت في الكات اوف فاليو بتاع اي سكريننج تيست كيف ستتاثر الفاليوز المختلفه القيم المختلفه اللي هي الترو نيجاتيف الفولس نيجاتيف الفولس بوزيتيف الترو بوزيتيف ما كده وبيبقى عباره عن كيرفين بالمنظر ده وبينهم اريا اوف انترسكشن. علشان تحل المشكله دي لازم تمشي مع كل كيرف. بص امشي مع كل كيرف امشي مع كل كيرف وان كل كيرف يكمل بمضاده. احفظ القاعده دي ان كل كيرف بيكمل بالمضاد بتاعه. يعني بص امشي مع الكيرف ده دول ديزيز بريزنت ديزيز بريزنت يبقى الخانه دي ترو بوزيتيف الخانه دي ترو بوزيتيف ديزيز بريزنت ترو بوزيتيف. ها الكيرف ده يوم ما هيكمل ايه بيكمل هنا بيكمل بالمضاد بتاعه مضاد ترو فولس مضاد بوزيتيف نيجاتيف يبقى الترو بوزيتيف هنا الفولس نيجاتيف هنا. طيب الكيرف الثاني ديزيز ابسنت ديزيز ابسنت يعني ذوز بيبول هو ترولي نيجاتيف ما عندهمش ديزيز فده ترو نيجاتيف ترو نيجاتيف ترو نيجاتيف ترو نيجاتيف. كمل مع الكيرف الكيرف بيكمل هيكمل هنا كمضاده مضاده مضاد ترو ايه فولس ومضاد نيجاتيف ايه بوزيتيف فترو نيجاتيف فولس بوزيتيف ترو بوزيتيف فولس نيجاتيف كل كيرف كمل بمضاده كل سنه وانت طيب بس خلاص المساله بجد والله ازاي يعني هقول لك هو مثلا هيجي يسالك السؤال ازاي يعني ايه اخرك في الاكشن
هيجي يسألك سؤال يقول لك احنا لو شفتتنا الكات اوف فاليو بتاعت الكيرف من بوينت بي تو بوينت ايه، مين اللي هيزيد او مين اللي هيقل؟ ده اللي غالبا هيساله لك، مع مين اللي هيزيد مين اللي هيقل، ده غالبا هيساله لك. فلو انت شفتها من بوينت بي لبوينت ايه، انت كده بتقضي على الفولس نيجاتيف، لان انت بتشفتت كده بتشفتت كده، فانت كانك بتطحن او بتبطط الفولس نيجاتيف. فلو انا ماشي كده انا ببطط دي، فكده انا بقلل الفولس نيجاتيف. طب طالما بططت دي بفرشح دي، ما انا ببطط دي وبفرشح دي، فانا كده بقلل فولس نيجاتيف وبزود فولس بوزيتيف. ولو شفتت العكس، لو شفتت الكات اوف فاليو من بوينت بي لبوينت سي، يبقى انا ايه؟ ببطط الفولس بوزيتيف، يعني بقلل الفولس بوزيتيف وبزود الفولس ايه؟ نيجاتيف. التأثير على الفولس نيجاتيف او الفولس بوزيتيف سينعكس على هيئه تاثير على النيجاتيف بريدكتيف فاليو والبوزيتيف بريدكتيف فاليو والسنسيتيفيتي والسبيسيفيستي كالاتي. بص، اف ان از انفرسلي بروبورشنال وذ ذوز هو هاف ان، اللي هم مين؟ السنسيتيفيتي والنيجاتيف بريدكتيف فاليو. يعني اي حاجه توطي فولس نيجاتيف اعرف انها اوتوماتيكالي هتعلي السنسيتيفيتي وتعلي النيجاتيف بريدكتيف فاليو. والاف بي 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 غرقتكم معلش، از انفرسلي بروبورشنال وذ ذوز وذ ذا بي بي بي، اللي هم مين؟ بي 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 سبيسيفيسيتي وبوزيتيف بريدكتيف فاليو. الله يخرب بيت كميه التفافه ده، لو انا عندي كورونا كنت اتعديته من الفيديو دلوقتي. فبالتالي اف بي فولس بوزيتيف از انفرسلي بروبورشنال وذ ذوز وذ بي، اللي هم مين؟ سبيسيفيسيتي. فاي حاجه توطي فولس بوزيتيف اعرف انها اوتوماتيكال هتعلي سبيسيفيسيتي تعلي بوزيتيف بريدكتيف. اسالك سؤال بقى بس مش هتعرف قد ايه الموضوع بقى سهل وبسيط. What will happen to all the following parameters in case we shift the cut of value from point B to point A؟ شفتت ال cut of value من ال B لل A، شفتت ال cut of value من ال B لل A، هو عايزك تقول له فولس بوزيتيف هيحصل فيه ايه؟ فولس نيجاتيف هيحصل فيه ايه؟ والسنسيتيفيتي كان كده؟ فولس بوزيتيف هيحصل فيه ايه؟ احنا قلنا من بوينت بي تو بوينت اي، شفتت من بوينت بي لبوينت اي. الفولس نيجاتيف هيحصل فيه ايه؟ والفولس بوزيتيف هيحصل فيه ايه؟ والسنسيتيفيتي هيحصل فيه ايه؟ والسبيسيفيستي هيحصل فيه ايه؟ والبوزيتيف بريدكتيف فاليو هيحصل فيه ايه؟ والنيجاتيف بريدكتيف فاليو هيحصل فيه ايه؟ يعني لما شفتت من بوينت بي لبوينت اي انت كده بتبطط مين؟ فولس نيجاتيف، يعني الفولس نيجاتيف بيقل، وبتفرشح مين؟ الفولس بوزيتيف، يعني الفولس بوزيتيف بيزيد. وال ان 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 از انفرسلي بروبورشنال ويز ان 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 ان، فانفرسلي بروبورشنال بس السنسيتيفيتي هتعلى والنيجاتيف بريدكتيف فاليو هتعلى. وال بي 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 از انفرسلي بروبورشنال مع زوس وهاف بي، يبقى بالتالي فولس بوزيتيف عالي يبقى سبيسيفيستي هتوطى وبوزيتيف بريدكتيف فاليو هتوطى. ايه الجمال ده؟ تعالوا كده نتاكد، ادي شفتتنا البتاع من بي لاي، فولس بوزيتيف عالي، فولس نيجاتيف واطي، سنسيتيفيتي عاليه، سبيسيفيستي واطي. يا سلام على الجمال والحلاوه والسهوله. طب بص اقول لك على حاجه، اعمل العكس، شفتتها بقى انت كده من بي لسي، وركز معايا كده، شفتتناه من البي ناحيه السي، كده احنا بطلنا مين؟ فولس بوزيتيف، يعني فولس بوزيتيف هو اللي قال. وفرشحنا مين؟ الفولس نيجاتيف، يعني فولس نيجاتيف هو اللي زاد. الفولس نيجاتيف ان 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 از انفرسلي بروبورشنال ويز سن ان النيجاتيف بريدكتيف فاليو، يعني دي طالما عاليه يبقى السنسيتيفيتي هتوطى والنيجاتيف بريدكتيف فاليو هتوطى. فهمت؟ فولس بوزيتيف بي 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 از بوزيتيف از انفرسلي بروبورشنال مع زوس وهاف بي، اللي هم ادي فولس بوزيتيف نزل، سبيسيفيستي سبيسيفيستي يبقى دي دي وطي دي تعلى ودي وطي دي برضه ايه تعلى. كل سنه وانت طيب. سهل مش اي حاجه، مش صعب. شوف ادعي لي بقى خلاص. ده الايه؟ ده كيرفات او كيرف الكات اوف فاليوز اللي بيجي عليه اسئله في اليو وورلد، وبتشوف عليه اسئله كتير وممكن يجي لك في الايه؟ في الامتحان. فالتركه اعرف ان كل كيرف بيكمل بمضاده، كل كيرف بيكمل بمضاده، يعني الترو بوزيتيف هتكمل فولس نيجاتيف، الترو بوزيتيف الترو نيجاتيف هتكمل فولس بوزيتيف، الترو بوزيتيف هتكمل فولس نيجاتيف. خلاص انت عرفت كل اريا هي عباره عن ايه؟ كل سنه وانت طيب. وات يو كير اباوت الحته دي، يو دونت كير اباوت ذيس، لانه غالبا هو بيسالك في شفتات البوينتس وتاثيرها على الحته دي، فهي دي الحته اللي فيها الاكشن كله. خلاص فولس نيجاتيف فولس بوزيتيف، فولس نيجاتيف فولس بوزيتيف. خلاص
شكرا جزيلا. بس ده يا سيدي الشيت الثالث بالورك شيت بتاعه، لان احنا طبقنا خلاص ده الشفتاته من بوينت بي لبوينت ايه ومن البوينت بي لبوينت سي، خلاص فده ما عليهوش كده ورك شيت. هنخش كده على الشيت الرابع. انا اسف في الفيديو، انا اسف ان طلع فيه فعلا سوري ورك شيت، انا حاطه على الشيت الثالث. ادي ورك شيت ثلاثه، بس هو انا في الورك شيت يعني ايه قلت ابعد عن السؤال الكلاسيكي اللي انا جاوبت لك عليه، اللي هو ايه اللي هيحصل لو شفتت من بوينت بي تو بوينت سي، او ايه اللي هيحصل لو شفتت من بوينت بي تو بوينت ايه. لا، حورت السؤال بطريقه مختلفه. شوف انا سالك هنا ايه، بيزد على الكيرف اللي قدامك ده، السنسيتيفيتي از 100% ات ويتش بوينت، ايه ولا بي ولا سي؟ بالراحه كده يا ابني، ما انت اتهزيت ليه؟ ان سنسيتيفيتي دي كانت دايما، كان مين اللي انفرسلي بروبورشنال معاها؟ اللي بالان، اللي هو مين؟ الفولس نيجاتيف، صح؟ كانت الفولس نيجاتيف، الفولس نيجاتيف الاف ان، اهو ارجع كده معايا، الاف ان كانت انفرسلي بروبورشنال مع اللي بحرف الان. يعني اذا لو انت نفسك تجعل السبيسيفيسيتي از دي السنسيتيفيتي في اعلى معدلاتها 100%، يجب ان تجعل الاف ان في اوطى معدلاتها اللي هي زيرو. امتى هنا تسماش الاف ان، تفعصها خالص تخليها زيرو؟ ات ذا بوينت، ات ذا بوينت ايه؟ الف مبروك. العكس، بي 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 سبيسيفيستي كانت انفرسلي بروبورشنال مع اللي في بي اللي هو الفولس بوزيتيف. فاذا امتى تكون السبيسيفيستي في اعلى معدلاتها 100%؟ لما تكون الفولس بوزيتيف في اوطى معدلاتها 0%. 0% امتى تسمعش بقى الفولس بوزيتيف تبططها خالص؟ تبططها خالص لما توصل للبوينت ايه؟ سي، ات ذا بوينت سي. اذا ده سهل، انت فاهم؟ خدت بالك؟ فانت اتمرنت ايه؟ عليها. طيب تعالوا نخش مع بعض على الشيت اللي وراه بقى، خلاص؟ اللي هو الشيت الرابع. ده بقى اللي معلوش ورك شيت، اللي هو شيت البريسيشن والاكيورسي. البريسيشن والاكيورسي من البلوكات برضو المهمه عندك في الفيرست ايد، موجوده في سيكشن الابيديميولوجي والاستاتستكس. بص انا عايزك بس تبقى عارف ان دايما السؤال اللي بيجي دايما على البلوك ده هو انه بيجيب لك تيست، اختبار نيو تيست، ويجيب لك القيم الريدنجز اللي بيطلعها، اللي طلعها النيو تيست، وراح جايب نفس المرضى دول، نفس المرضى دول، نفس الخمسه مرضى دول، سوري انا نفس الخمسه مرضى دول، وراح عامل عليهم نفس الاختبار، بس الاختبار اللي احنا متاكدين من دقته ومتاكدين ان ده الستاندرد اوف كير. فنفس الخمسه مرضى دول لقيت ان الستاندرد تيست طلع القيم دي، وبيقول لك ايه رايك بقى في النيو تيست ده، هل هو بريسايس بات نوت اكيوريت، ولا اكيوريت بات نوت بريسايس، ولا نوت بريسايس ونوت اكيوريت، ولا يقعد بقى يعيش حياته معاك خلاص بالراحه واحده واحده. دايما الستاندرد تيست اللي كل الناس ماشيه عليه والدنيا كلها ماشيه عليه ده اللي بيكون بريسايس واكيوريت. اذا اول خطوه ايدنتيفاي ذا ايريس. حد عارف يعني ايه الايريس؟ بص لما يبقى ده الايه؟ الكورنيا، فاكرين الكورنيا؟ سوري ايدنتيفاي ذا بيوبل، انا اسف دي غلطه هنا، المفروض ايدنتيفاي ذا بيوبل. فاكرين دي الكورنيا بيبقى فيها الايريس، كان البيوبل هو منتصف الايريس، فاكره؟ اللي هو النص. فايدنتيفاي ذا بيوبل، اهو فين البيوبل؟ البيوبل اللي هو ده، بص ده البيوبل، ده المنتصف. بص الستاندرد تيست قاري قرايات حوالين الاربعينات، يعني اذا انت البيوبل بتاعك از اراوند ذا 40s. بص على الاختبار الجديد، الميجرز بتاعت النيو تيست او نمبر 2، لوك ات ذا ميجرز. شوفها كده، اول حاجه انا عايزك تاسسها في الميجرز دي، هل هي متجمعه حوالين قيمه معينه ولا متفرقه؟ شوف اول حاجه انت بتسال نفسك فيها، هل هي متجمعه ولا متفرقه؟ طب 70 72 74 69 67 دي متجمعه، دي بتتمرجح حوالين ال 70 تقريبا، فاذا الاجابه انها متجمعه. معنى انها متجمعه اذا ذلك التيست از بريسايس، الف مبروك التيست ده بريسايس. بس الخطوه الثالثه قارن الميجرز بالبيوبل بالستاندرد اوف كير، البيوبل بتاعك كان اراوند ذا 40s انما الميجرز از اراوند ذا 70s، هل الاثنين كده قريبين لبعض؟ لا مش قريبين لبعض.
يبقى طالما انت بعيد عن البيوبل او بعيد عن مركز النشان اللي انت بتنشن عليه يبقى انت كده نوت اكيوريت. يبقى اذا التيست ده بقى بريسايز بات نوت اكيوريت. طب لو نفس الاختبار طلع لي قياسات مثلا 45 43 42، اقول لك على قياسات ثانيه، انا اللي هحط لك قياسات ثانيه وانت اللي قول لي كده. طيب بص بص معايا 45 61 44 82 39. طب تعالوا واحدة واحدة كده. Identify the pupil. ها البيوبل بتاعنا هو ايه؟ الستاندرد تيست، قياسات الستاندرد تيست اللي هي اراوند ال 40s. طب بعدين لوك ات ذا ميجرز بتاعت التيست بتاعك، هل هي متجمعه ولا متفرقه؟ متفرقه خالص، ده اربعينات على ستينات على ثمانينات، بعد كده راجع اربعينات بعدين ثلاثينات، يبقى كده التيست ده بقى ايه؟ نوت بريسايز. طيب هل هي كومبيرها مع الايه؟ مع الايرس قصدي، او مع البيوبل عفوا، كومبيرها مع البيوبل، او كومبيرها مع البيوبل، انا كومبير دي مع دول مش عارف. القياسات هنا فيها حاجات كتير قوي بره، بس فيها حاجات كتير قريبه من الاربعينات. يعني انت كانك لو حطيت التيست ده هتلاقي، بص لو عملته كده على الدارت هتلاقي في ثلاث قياسات طالعين هنا جوه، لكن في قياستين طالعين بره شويه. فده ايه ممكن نقول عنه انه ايه accurate بعض الشيء. شوف فممكن اقول ايه somehow accurate، هو accurate بس في احسن، بس هو مش precise خالص، ده عمال يدي measures يمين وشمال. فشوف انت خد بالك ان في تستات ممكن تبقى precise not precise but accurate، او precise but not accurate، او accurate but not precise، او not precise و not accurate. ده بيبقى على حسب ايه القياسات بتاعتك. اشوف بيقول لك precision is high in both these figures. شوف ليه؟ لان الميجرز متجمعه في حته واحده مش متفرقه، فمتجمعه متفرقه، انما هنا الاكيورسي مش ذا سيم. ليه؟ لان انت ايه قياسك للاكيورسي؟ مدى بعدك عن المركز، عن البيوبل، صح؟ مدى بعدك عن البيوبل. ده هنا هاي اكيورسي لكن هنا لو اكيورسي، انت بعيد خالص عن البيوبل. هنا نفس الكلام، بص هنا البريسيشن از اكستريملي لو في الاثنين، لان الاثنين الميجرز متفرقه. تيكي 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 تيكي، لكن كلاهما ممكن نقول، ابص هنا ممكن نقول ان التست سام هاو اكيوريت. عارف ليه؟ لان في كذا قياس من الديسبيرس دول قريبين من المركز، قريبين من النص، قريبين من منتصف الهدف، قريبين من منتصف الهدف. تمام، فدي فكره البريسيشن والاكيوريسي ودي فكرتهم. اذا الخطوه الاولى ايدنتيفاي البيوبل، بص على القياسات بتاعت الاختبار الجديد بتاعك، شوفها متجمعه ولا متفرقه، وهو ده قياس البريسيشن. وبعد كده قارنها بالبيوبل، شوف في قيم منهم ات هيت ذا بيوبل ولا لا. لو في قيم منهم هيتنج ذا بيوبل تبقى اكيوريت، لو ما فيش ولا قيمه هيتنج ذا بيوبل تبقى نوت اكيوريت. خلاص وضحت يا مشاكل يا مشكله؟ طيب اخر معلومه انا عايزك تعرفها، ان البريسيشن از دايركتلي بروبورشنال وذ ذا باور اند انفرسلي بروبورشنال وذ ذا ستاندرد ديفيشن. As the precision goes up, the power of the test goes up. Or the power of the study done by the test goes up. And as the precision goes up, the standard deviation of the study or of the values coming out of the test goes down. علشان تفتكرها for memorization. بص دي P precision. بص ودي power P. P و P directly proportional. الاثنين على عينتهم P. لكن بص الستاندرد ديفيجن، الستاندرد ديفيجن دايما كان رمزه كده. ده رمز الستاندرد ديفيجن، ده دايما رمزه في الرياضه، رمز الستاندرد ديفيجن ورمز ده تحسها بيه مقلوبه، صح؟ تحسها بيه بس قلبوها، بيه مقلوبه، فبيه مقلوبه يبقوا ودي بيه معدوله، يبقوا انفرسلي بروبورشنال لبعض.
اي قلش. فاذا بري سيشن از انفرسلي بروبورشنال مع ستاندرد ديفيجن، بري سيشن از دايركتلي بروبورشنال ويز ذا باور. دي معلومه انا عايزك برضو تعرفها في الـ في البلوك ده او في البريسيشن والاكيرسي كده. ده مش هيبقى عليه ورك شيت، هو ده بقى اللي ما عليهوش ورك شيت. تعالوا نطير سريعا الى الشيت الخامس. الشيت اللي بعد كده اللي هو الشيت رقم 5، ده اللي فيه الانسيدنس والبريفالنس والدايجرام بتاعهم وتاثيرات الانترفنشنز المختلفه عليهم. ده هتلاقي برضو موجود عندك كبلوك منفصل في الفيرست ايد، وراسمين لك الرسمه السحريه. الرسمه السحريه دي والله العظيم رائعه وروعه الروعه. رسمه الحوض، الحوض اللي فيه حنفيه بتصب فيه، وكان الميه اللي في الحوض ده هي الكيسز اللي اوريدي موجوده في البوبيوليشن اللي هي البريفالنس توتال الكيسز اللي في البوبيوليشن. والحنفيه اللي بتصب ميه دي كان الميه اللي بتتصب بالحنفيه دي نيو كيسز، الكيسز الجديده اللي بتضاف على الميه اللي في الحوض اللي على الكيسز اللي موجوده في البوبيوليشن. وبعد كده هو عامل ماسورتين بيدرنقوا، الماسورتين دول يشملوا الناس اللي بتخف لان دي بتخصم من التوتال كيسز، والناس اللي بتموت برضو بتخصم من التوتال كيس. فانت عندك ماسورتين صرف وعندك حنفيه وعندك حوض بيتلم فيه الميه. طيب عايزك تفهم قاعدتين مهمين، ان الانسيدنس هي عدد الحالات الجديده مقسوما على البوبيوليشن اللي اتريسك، والبوبيوليشن اللي اتريسك دول يشملوا مين؟ التوتال بوبيوليشن ناقص الناس اللي اوريدي عندهم المرض، لان الناس اللي اوريدي عندهم المرض مش اتريسك ان يجي لهم المرض، هم اوريدي مصابين. يعني مثلا لو التوتال بوبيوليشن في قريه 1000 واحد، وال1000 واحد دول منهم مثلا 100 واحد عنده المرض اوريدي، يبقى البوبيوليشن اتريسك بقى كام؟ 1000 ناقص 100 900. لو في خلال مثلا فتره زمنيه شهر في 8 حالات جديده تشخصوا بمرض ما، واحسب الانسيدنس في الفتره الزمنيه اللي هي بتاعت الشهر دي. لو هحسب الانسيدنس نيو كيسز كانوا 8 والبوبيوليشن ات ريسك كانوا 900، فيبقى كده 8 على 900 ده الانسيدنس بتاع نيو كيسز على البوبيوليشن ات ريسك. اما البريفالنس ده التوتال على التوتال، توتال الكيسز في اي بوينت اوف تايم مقسوما على التوتال بوبيوليشن في هذه البوينت اوف تايم. يعني لو مثلا قريه البوبيوليشن فيها 1000 وجيت حصرت كام واحد فيهم عنده مثلا سرطان قولون، لقيت من ال 1000 دول 100 واحد عنده سرطان قولون، احسب البريفالنس بتاع سرطان القولون في البوبيوليشن. ادي 100 على 1000، لا ما فرقش 100 على 1000 ولا اي حاجه، هو ده البريفالنس توتال على التوتال. على السؤال دايما عمره ما بيتسال كده، دايما السؤال يوم ما بيتسال في الامتحان بيتسال بطريقه ان انت عملت انترفنشن ويجي يسالك تاثير الانترفنشن دي على كل من الانسيدنس والبريفالنس ريسبكت. يسالك مثلا الانسيدنس هتقل والبريفالنس هتزيد، ولا الانسيدنس هتقل والبريفالنس هتقل، ولا الانسيدنس مش هتتاثر والبريفالنس هتزيد، ولا الانسيدنس مش هتتاثر والبريفالنس هتقل، ولا البريفالنس مش هتتاثر والانسيدنس هتزيد. فانت لازم أن تبقى عارف كويس جدا كل انترفنشن بيأثر ازاي على الانسيدنس وبيأثر ازاي على البريفالنس. بالراحه كده واحده واحده. الكي علشان تقدر تحل المعضله دي انك تطبق نموذج الحوض والحنفيه والماسورتين. حوض حنفيه ماسورتين. المساله اتحلت. بمعنى ولنفترض مثلا هو هيسالك اول سؤال، ايه اللي هيحصل للانسيدنس والبريفالنس لو السرفايفل تايم بتاع العيانين زاد؟ معنى ان السرفايفل تايم زاد يعني ايه؟ يعني اللي بيموتوا قلوا. طب يبقى معناته انك سديت البلاعه دي. طب لما سد الماسوره دي ايه اللي هيجرى للميه اللي هنا؟ تزيد، يبقى اوتوماتيكالي البريفالنس هتعلى. بس هل هذا سيؤثر من قريب او من بعيد على الحنفيه؟ لا، يبقى الانسيدنس لن تضعف. طب ماذا سيحدث اذا ارتفعت المورتاليتي من المرض؟ الناس اللي بتموت زادت، الناس اللي بتموت زادت يعني الماسوره دي سلكتها بزياده. الماسوره دي سلكتها بزياده فبقت بتسحب جامد من الميه. فكده معناته ان الميه اللي في الحوض هتقل، يبقى البريفالنس هيقل. طب هل هذا سيؤثر على الحنفيه من قريب او من بعيد؟ الاجابه لا، اذا الانسيدنس لن تتاثر.
بس يعني ماشي، بص معايا كده. ماذا سيحدث لو الحالات بقت بتخف اسرع؟ faster recovery time، يعني اللي بيخفوا زادوا، ناس بيخفوا اسرع، اللي بيخفوا زادوا، يعني اللي بيخفوا زادوا، يعني الماسوره دي سلكت. طب طالما الماسوره دي سلكت يبقى الميه اللي هنا هتقل، يعني البريفلنس هيقل، لكن هل ذلك سيؤثر على الحنفيه من قريب او من بعيد؟ الاجابه لا، فالانسيدنس لن تتاثر. بص معايا على اللي بعد كده. ماشي، اللي بعد كده بيقول لك ماذا سيحدث لو اديت تطعيم ضد المرض المدروس؟ اذا اعطيت تطعيم ضد المرض المدروس، لو انا اديت تطعيم، التطعيم ده كانه بيقفل الحنفيه. It's as if you are shutting down the tab، لانك بتقفل من الاصابه من الاول، فبتقلل اللي بيجي لهم المرض، بتقلل النيو كيسز، فالفاكسين بيقفل الحنفيه، التطعيم بيقفل الحنفيه، فلما الحنفيه تتقفل اللي نازل منها هيقل، فالانسيدنس تقل. وطالما اللي نازل من الحنفيه قل، يبقى اللي في الحوض هيقل، يبقى البريفلنس هي كمان هتقل. طب جميل جدا. ايه الجمال والحلاوه دي؟ ده سهل خالص يعني. بقول لك تاني حاجه، لا اللي بعد كده، لو قللت ريسك فاكتور، يعني قدرت تتحكم في ريسك فاكتور معين، زي مثلا الناس تلبس ماسكات في الكورونا، لان انت عارف ان البتاع بيتنقل عن طريق البتاع، فلبس الماسك انت كانك بتكنترول ريسك فاكتور ان انت تبقى اكسبوز للدروبلتس. طب لما اكنترول الريسك فاكتور يبقى انا برضه بقفل الحنفيه من فوق، يبقى معناته ان الانسيدنس هتقل والبريفلنس هتقل. اذا اي اجراء وقائي بيقلل بوث ذا انسيدنس اند ذا بريفلنس. شوف ده يثبت لك ان الوقايه خير من العلاج. يا نهار ابيض يا جماعه، الوقايه خير من العلاج. جميل. طب بص بقى الاخرانيه دي فيها تريكه شويه. بيقول لك ايه اللي هيحصل لو اكتشفوا دايجنوستيك تيست جديد لسنسيتيفيتي اعلى؟ لسنسيتيفيتي اعلى. السنسيتيفيتي از ذا ترو بوزيتيفيتي، ده معناته انه لو التيست مور سنسيتيف هاي دايجنوستيك، يعني زودت حساسيه تشخيص المرض، زودت حساسيه تشخيص المرض، يعني اخترعت تيست جديد حساس جدا وبيشخص المرض كويس، ده معناته ان عدد الناس اللي هتشخصه هيكتر، عدد الناس اللي هتشخصه هيكتر، يبقى البريفلنس هيزيد. مش بس كده، ما هو عدد الناس اللي هيتشخصوا بيكتر، يبقى عدد الحالات الجديده هو الاخر هيزيد، لان انت بقيت بتستخدم تيست حساسيته اعلى بيشخص المرض اكتر، انت فاهم؟ فلما تستخدم تيست حساسيته اعلى انت هتعلي الاثنين، الانسيدنس والبريفلنس. طيب جميل خالص. الحاجه الاخرانيه هو موضوع ان اي اكيوت ديزيز الانسيدنس فيه بتبقى قد البريفلنس، واي كرونيك ديزيز الانسيدنس فيه بتبقى اقل من البريفلنس. نتكلم عنها بلغه الفهم وبعد كده نكفتجها علشان نقدر نحط الكفته اللي فيها عشان تقدر تفك دماغك، تفش دماغك. بص هو لو مرض مزمن كرونيك، مرض مزمن يعني معناته ان العلاج منه بيستمر على المدى الطويل، وده مرض مزمن كرونيك. كرونيك يعني دايما هيبقى في حالات جديده بتضاف والحالات القديمه لسه ما خفتش، فكده معناته ان البريفلنس اللي في الحوض هيبقى اكتر من اللي بينزل من الحنفيه، فالبريفلنس هيبقى ديفينتلي مور ذان ذا انسيدنس، صح؟ لما في الاكيوت، في الاكيوت، الاكيوت ديزيز العيانين بيخفوا منه بسرعه او بيموتوا، يا يخف يا يموت، ده مرض اكيوت سادن سيفير، يا يجيب اجلك يا تخف منه بسرعه. فاذا معناته ايه؟ ان بص اللي في الحوض يا هيخفوا ويموتوا بسرعه، فالحوض دايما فاضي. الحالات الجديده اللي بتضاف بقت قد الحالات اللي بتخف وبتموت. الحالات الجديده اللي بتضاف بقت قد الحالات اللي بتخف، يعني من الاخر الناس بتخف او بتموت بسرعه، فالجداد بقوا هم التوته، لان على ما الجداد دول اتضافوا على الحوض كانوا اللي في الحوض يا خفوا يا ماتوا، فاهم؟ فالانسيدنس بقى قد البريف. تعالوا نكفتج. ماشي، الاكيوت الانسيدنس از ذا بريفلنس، من قد بعض اكيوت الانسيدنس از ذا بريفلنس، انما الكرونيك الانسيدنس ليس ذان ذا بريفلنس. بص ادي الكرونيك بحرف السي اهي، وادي الليس ذان عامله زي حرف السي. يلا اللي بعده خلاص، تعالوا نطبق بالورك شيت، تعالوا نطبق بالورك شيت. يلا فين الورك شيت؟
ورك شيت نمبر 5 افتح اهو. What happened to the incidence and the prevalence in each of the following situations؟ لو عملت تطعيم فاكسين يلا انت قلنا الخطوه الاولى امشي دايما يا ابني على الايه؟ على الوصفه بتاعتي. الوصفه بتاعتي بتقول انك الخطوه الاولى ترسم الحوض. وادي الحنفيه وادي الميه اللي في الحوض وادي البلعتين او وادي الماسورتين، ماسوره اللي بيخف وماسوره اللي بيموت. احنا قلنا الدكتور تح قال لنا الفاكسين بيقفل الحنفيه. طب طالما الفاكسين قفل الحنفيه يبقى اللي بيتصب من الحنفيه قل، يعني الانسيدنس قلت، وبالتالي الميه اللي في الحوض هتقل، يعني البريفلنس هو رقم يعني. ماشي يبقى مع الفاكسين الانسيدنس هتقل والبريفلنس هتقل. الف مبروك. اللون الثاني نيو تريتمنت، علاج جديد قوي، يعني نيو سترونج تريتمنت. نيو تريتمنت ويتش از سترونج. سترونج ده معناته ان الناس هتخف اكتر، هتخف اكتر، يبقى اللي بيخفوا انت كانك سلكت الماسوره دي. طالما سلكت الماسوره دي يبقى اللي في الحوض هنا بيقلوا، لكن هل هذا يؤثر على الحنفيه من قريب ومن بعيد؟ لا. يبقى بالتالي النيو تريتمنت مش هيأثر على الانسيدنس لكن هيقلل الايه؟ اللون اللي بعد نيو تيست ويز هاير سنسيتيفيتي او نيو مور سنسيتيف تيست. الكلام ده احنا لسه قايلينه من شويه. طالما نيو تيست ويز هاير سنسيتيفيتي يبقى ده هيزود بوث ذا انسيدنس اند ذا بريفلنس، لان حساسيه التشخيص زادت. يعني لو عملت تيست حساس اكتر هيشخص حالات اكتر، فالنيو كيسز هتزيد والكيسز اللي اوريدي موجوده في البوبوليشن هتزيد. طيب جميل خالص. نيو فايرال سترين ويز هاير انفكتيفيتي اند مورتاليتي. ركز معايا بالله عليك. لو نفترض مثلا ان فيروس الكورونا اتحور اهو، فيروس الكورونا اتحور وعمل لك فصيله جديده، الفصيله الجديده دي هاير انفكتيفيتي، معدي اكتر. يبقى الحنفيه مفتوحه اكتر، يبقى النيو كيسز هتزيد. طب وهاير مورتاليتي، هاير مورتاليتي ده معناته ان زي ما الكيسز بتزيد ايه ده؟ ده المورتاليتي هي رخره زايده. بقى انت فتحت الحنفيه اكتر وفتحت اللي بيموتوا اكتر. إيه يبقى هنا التاثير على البريفلنس ايه؟ البريفلنس هتبقى كما هي، لان اللي فوق مفتوح واللي تحت متسلك. انت فهمت الفكره؟ يعني بحاول العب معاك شويه بالمصطلحات يعني على اساس هذا الموضوع كله هو الحوض والماسورتين والحنفيه. شكرا. بس حوض ماسورتين حنفيه سباك، انت جوه سباكه، فانت هتحل معاك المشكله خالص كده. الشيت الخامس بالورك شيت الخامس خلص. تعالوا نخش على الشيت اللي بعد. الشيت السادس او الشيت اللي بعد كده هحل لك فيه مشكله اختيار الاستاتستيكال تيست المناسب في الاستادي المناسبه، وهحل لك مشكله كيرفات الكوريليشن، وهحل لك مشكله النورمال ديستريبيوشن كيرف. فيري امبورتنت الكلام ده، وكلام هاي يلدو، كلها بلوكات موجوده عندك في الايه؟ الكتاب بتاعك في الاستاتستيكال ديستريبيوشن و ال بيرسون كوريليشن او الكوريليشن كوفيشنت، لا بيرسون كوريليشن كوفيشنت، واللي هو بلوك الاستاتستيكال تيست ده موجود عندك تحت عنوان كومن ستاتستيكال تيست. البلوكات دول هحل لك مشكلتهم دلوقتي في هذا الشيت، خد بالك بقى معايا كده. ما هو الاستاتستيكال تيست؟ الاستاتستيكال تيست ده هو الاختبار الاحصائي اللي انت بتعمله في الاستادي بتاعتك، اللي لما تكون عامل ريسيرش فانت عايز تعمل اختبار احصائي علشان تشوف هناك فرق بين المجموعات اللي انت بتقارنها في البحث بتاعك ده ولا مفيش فرق بينهم. اللي بيحدد لك ان كان في فرق ولا مفيش فرق هو حاجه اسمها الاستاتستيكال تيست، والاستاتستيكال تيست ده بيطلع لك نتيجه بي فاليو. البي فاليو دي اللي بتقول لك ان كان في سيجنيفيكانس ولا ما فيش سيجنيفيكانس. انا مش عايزين نخش في تفاصيل مالهاش لازمه. هو دايما السؤال في اي ستاتستيكال تيست بيجي لك كالاتي، يقول لك مثلا لو انا بقارن ما بين جروب كذا وجروب كذا من حيث كذا، عندك جروبين بتقارن بينهم من حيث كذا، ايه الاستاتستيكال تيست الانسب اللي ممكن تستخدمه في ستادي زي دي؟ يقول لك تي تيست ولا انوفا ولا فيشر اكزاكت تي تيست ولا كاي سكوير، وانت المفروض تختار التيست المناسب. الاربع تيستات اللي لازم تتعلم لان هم كومنلي يوزد في الميديكال ريسيرش هم التي تيست الانوفا والفيشر اكزاكت تيست والكاي سكوير تيست. بالراحه كده. اول حاجه حضرتك حط ايدك على الفاريبلز اللي انت بتقارن ما بينها.
يعني ايه؟ يعني انا بقارن قيم ايه بايه؟ هل انا بقارن قيم رقميه ام بقارن مسميات؟ هل القيم اللي انا بقارن بينها دي في الجروبس بتاعتي هي قيم رقميه ام هي قيم على شكل مسميات؟ لو هي قيم رقميه بقى اسمه numerical variable، لما لو هي قيم مسمياتيه او على حسب مسميات بقى اسمها categorical variables. طب جميل جدا. وبعد كده بعد ما تشوف هي ارقام ولا categories او ولا مسميات، بتشوف عدد الجروبات اللي عندك اللي في البحث او اللي في الريسيرش، هما كام جروب؟ اثنين ولا اكتر من اثنين؟ اثنين ولا اكتر من اثنين؟ لو اثنين ونيوميريكال تي تيست، تو تي تيست، تو تي تيست، تو تي تيست. طيب حلو جدا. لو نيوميريكال واكتر من اثنين اللي هو جريتر ذان اور ايكوال 3 جروبس، تبقى فاريانس. شوف فاريانس، فاريانس كان في فاريشن كبير، فاريانس، ففي تحس كده فيها فاريشن كتير، ففيها عدد جروبات كتير، فكده مور ذان 3 جروبس، فهتستخدم الانوفا في الحاله دي. اما لو كانت الفاريبلز بتاعتك كاتيجوريكال والسامبل سايز صغيره اللي هي 2 2، يبقى فيشر تيست او فيشر اكزاكت تيست. انما لو كاي، لو لارج سامبل سايز اللي هي اكتر من 2 3 4 5، استخدم كاي سكوير. كاي سكوير، تمام؟ كاي سكوير. طيب حلو جدا. حتى كاي في الكايتي كوريكال، بهزر بقى مش بقى كاي كايتي كوريكال. طيب ما علينا، ما كاي سكوير، سكوير ده يعرفك ان سكوير ده حاجه اللي هي قيمه كبيره، لما تبقى حاطط قيمه سكوير فدي كبيره، فلارج سامبل سايز يعني. المهم يعني فده بسيط خالص. تعالوا احل لك الورك شيت اللي عليها علشان تطبق على طول بالالجوريزم فيثبت في النافوخ. خليني اجيب لك الورك شيت على طول. ورك شيت رقم 6. بص معايا كده على الورك شيت ده. بيقول لك ايه؟ لو عندي مجموعتين اهو، انا بقارن مجموعتين، مجموعه اخذت بيتا بلوكر ومجموعه اخذت بلاسيجو، وبقارن بينهم من حيث الهارت ريت. الهارت ريت ده اللي هو 60 40 70 80 90 كده يعني. قست الهارت ريت اللي هو البلس، الهارت ريت في المجموعه دي والهارت ريت في المجموعه دي. طب حلو، ادي السؤالين. السؤال الاول الفاريبلز بتاعتي نيوميريكال ولا كاتيجوريكال؟ هارت ريت دي ارقام، ريدنج 60 40 70 20 كده، 60 40 80 120 كده. فاذا احنا بنتكلم في نيوميريكال فاريبل. عدد الجروبس عندي كام؟ 1 2 2، اذا 2 ونيوميريكال، يبقى ايه؟ تي تيست يا باشا، ده احسن تيست. طب اللي بعده، بص جايب ايه؟ ثلاث مجموعات فران، ثلاث مجموعات فران، والثلاث مجموعات الفران دول اديت دول دراج رقم A، واديت دول دراج رقم B، واديت دول دراج رقم C، وقال لك انا بقارن ما بينهم من حيث الديجريز اوف سيروزس. ديجري اوف سيروزس دي كاتيجورايز از مايلد مودريت او سيفير، يعني هل هي مايلد سيروزس، مودريت سيروزس، سيفير سيروزس؟ بتبصتي تحت الميكروسكوب كده، مايلد مودريت سيفير. اي اي اي، يبقى اذا انا هنا بتكلم الفاريبلز بتاعتي از نيوميريكال ولا كاتيجوريكال؟ لا حضرتك، الفاريبلز بتاعتي هنا از كاتيجوريكال، صح؟ طيب عدد الجروبس كام؟ 3، يبقى مور ذان 2 كاتيجوريكال، يبقى احسن حاجه ايه؟ كاي سكوير. خلاص بقى سهله اهي، مفيش حاجه، سهله وبسيطه ان شاء الله. طيب ارجع معايا تاني بقى للشيت رقم 6، نرجع للشيت رقم 6 تاني ونخش على الكوريليشن. ايه الكوريليشن ده؟ انت بتقيس الكوريليشن ما بين فاريبل وفاريبل، يعني زي ما بيقولوا كده، كل ما نسبه الذكاء بتزيد كل ما درجتك في الامتحان بتعلى، ده يبقى معناته ان في بوزيتيف كوريليشن ما بين نسبه الذكاء والدرجه في الامتحان كده، ده اسمه بوزيتيف كوريليشن.
اقول لك على حاجه، كل ما نسبه الغباء بتزيد كل ما درجتك في الامتحان بتقل، يبقى اذا في نيجاتيف كوريليشن ما بين نسبه الغباء والدرجه في الامتحان، لان كل ما نسبه الغباء بتزيد كل ما درجه الامتحان ايه بتقل. لو انا نفسي اقيس الكلام ده بعمل ايه؟ بعمل استادي واعمل لها كوريليشن كيرف. في ثلاث احتمالات للكوريليشن، ممكن الاقي فيه سترونج بوزيتيف كوريليشن اللي هو شايف انت النقط تحسها لو جيت تعمل خط يمشي في منتصف تلك البوينتس هتحس ان البوينتس كلها متمرجحه حوالين الخط وضيقه قوي ملمومه في حته واحده، واضح فعلا ان كل ما اللي على الهوريزونتال اكسس بيزيد كل ما اللي على الفيرتيكال اكسس بيزيد، يبقى ده معناه ان دي سترونج بوزيتيف كوريليشن. طيب الاحتمال الثاني برضو هنا واضح من البوينتس بتاعتي ان كل ما اللي على الهوريزونتال اكسس بيزيد كل ما على الفيرتيكال اكسس برضو بيزيد، بس البوينتس مش ملمومه في حته واحده كده تحسها ديسبيرسد بعيد عن بعضها، ده معناته ان في بوزيتيف كوريليشن ولكنه ضعيف ويك. طب بص الاحتمال الثاني هنا، بص لا ده واضح هنا ان كل ما اللي على الهوريزونتال اكسس بيزيد اللي على الفيرتيكال اكسس بيقل والبوينتس قريبه من بعضها، يبقى ده سترونج نيجاتيف كوريليشن. نفس الكلام هنا برضو واضح ان كل ما اللي على الهوريزونتال اكسس بيزيد اللي على الفيرتيكال اكسس بيقل، بس ايه البوينتس بعيده عن بعضها بس اسمه ويك نيجاتيف كوريليشن. بص المنظر ده ما لهمش دعوه ببعض غلط، ده ولا انا شايف ان في اي بوزيتيف او نيجاتيف كوريليشن، ده ماليش دعوه. شوف هنا تعلى اعلى، هنا تعلى انزل، هنا ماليش دعوه، هو ده فكره الكوريليشن. طيب يبقى بالظبط ببساطه شديده علشان تقدر تحدد قيمه الكوريليشن كوفيشنت، الكوريليشن كوفيشنت ده اللي بيتسمى ار. الار ده لو الكوريليشن بوزيتيف بيبقى الفاليو بتاعته بوزيتيف، لو الكوريليشن نيجاتيف بتبقى الفاليو بتاعته نيجاتيف. وكل ما كان الكوريليشن اقوى كل ما ستقرب او كل ما قيمته هتقرب من الواحد الصحيح. يعني لما اقول مثلا الكوريليشن كوفيشنت بوزيتيف 0.8، انما في اثنين فاريبلز ثانيين كان الكوريليشن كوفيشنت بتاعهم بوزيتيف 0.4، مين فيهم كده مور هاز سترونجر بوزيتيف كوريليشن؟ اللي 0.8 لانه اقرب لواحد. فهمت الفكره؟ نفس الكلام لو بالنيجاتيف بقى، الواحد كان زيرو نيجاتيف 0.8 والثانيين كانت نيجاتيف 0.4، مين فيهم سترونجر؟ النيجاتيف 0.8 لانه اقرب للواحد، البوينت 8 اقرب للواحد. ده سترونج نيجاتيف كوريليشن، ده ويك نيجاتيف كوريليشن، ده سترونج بوزيتيف كوريليشن، ده ويك بوزيتيف كوريليشن. لما في اللي ماليش دعوه ده تلاقي الار بي زيرو، الار بي زيرو ده يبقى ولا هو بوزيتيف ولا هو نيجاتيف، ده ما فيش اي بينهم اي نوع من انواع الكوريليشن. فهمنا الفكره؟ يبقى ببساطه شديده شوف البوينتس متجمعه ولا متفرقه. لو متجمعه سترونج، لو متفرقه ويك. وشوفها بتعلى اعلى ولا بتعلى انزل. بتعلى اعلى يبقى بوزيتيف كوريليشن، بتعلى انزل تبقى نيجاتيف كوريليشن. لو ولا هي بتعلى ولا هي بتنزل افري وير يبقى ده ويك وماهوش كوريليشن اصلا، ده نوت كوريليشن اصلا. طب تعالوا نبص كده على الورك شيت ونطبق عليها. يلا ايه رايك في دي؟ بيقول لك ماتش ايتش كوريليشن كوفيشنت ويز ايتش جراف. طيب ده يا لهوي، ده البوينت مش متجمعه، ده البوينتس عامله خط وبتعلى اعلى، بتعلى اعلى يبقى دي اعلى بوزيتيف، دي بوزيتيف 1. طيب بص معايا، دي البوينتس متجمعه ولا متفرقه؟ متجمعه شويه يعني متجمعه سيكه كده. طب بتعلى اعلى ولا بتعلى انزل؟ لا بتعلى اعلى، صح؟ يبقى بالتالي دي سترونج بوزيتيف كوريليشن، ماشي اهو ده 0.8 بس، لان 0.8 اعلى من 0.8. طيب دي متفرقه شويه بس ستيل تحس ان ليها ترند، ليها ترند ماشي في سكه تعلى اعلى، فتعلى اعلى ومتفرقه يبقى ويك بوزيتيف كوريليشن 0.5. طب دي ولا ليها ولا عارف اطلع منها باي عائد نافع، يبقى دي ايه؟ الزيرو. خلاص
يبقى اتعلمنا خلاص حته الكوريليشن كوفيشنت وفهمت ازاي. طيب حلو خالص، خش معايا على اللي بعده. النورمال ديستريبيوشن كيرف، خد بالك ان عشان النورمال ديستريبيوشن كيرف ده يترسم انت محتاج حاجتين، محتاج المين والستاندرد ديفيجن. المين هو القيمه اللي كل السامبل سايز بتاعتك بتتمرجح حواليها، الستاندرد ديفيجن هو مدى بعد كل قيمه عن المين، المعدل اللي بتبتعد بيه كل قيمه عن المين. وده بيبقى فيه 1 ستاندرد ديفيجن، 2 ستاندرد ديفيجن، 3 ستاندرد ديفيجن بلس اور ماينس. وعشان يطلع كده، يطلع الكيرف نورمالي ديستريبيوتد بالمنظر اللي انت شايفه ده، لازم يبقى العينه بتاعتك دي المين فيها لما تيجي تحسبه يبقى قد الميديان وقد المود. المين قد الميديان قد المود، اصل عارف لو المين اكتر من الميديان اكتر من المود الكيرف هيطلع عامل كده اهو، بوزيتيف سكيود مش نورمالي ديستريبيوتد. ولو المين اقل من الميديان اقل من المود هيطلع الكيرف عامل كده، ودي بتتسمى نيجاتيفلي سكيود كيرف. البوزيتيفلي سكيود كيرف هو اللي ديله على اليمين، والنيجاتيف سكيود كيرف هو اللي ديله على الشمال. لو الديل شمال، الشمال دايما نيجاتيف، عارف العيل الشمال، العيل الشمال ده دايما نيجاتيف، عيل سلبي. فاللي ديله شمال يبقى نيجاتيف سكيود، اللي ديله يمين ده بوزيتيف سكيود. والبوزيتيف بوزيتيف 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 جريتر ذان جريتر ذان، نيجاتيف 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 ليس ذان ليس ذان مين ميديوم. شكرا، اي خدمه سيدي. طيب يبقى علشان الكيرف يطلع نورمال ديستريبيوشن كيرف محتاج ان المين يبقى قد الميديان قد المود. النسب بقى، الثلاث نسب دول مهمين جدا، مهم جدا تعرف ان ده البوينت دي اللي على الستاندرد اللي على النورمال ديستريبيوشن كيرف دي المين، وده 1 ستاندرد ديفيجن اباف اند بيلو ذا مين، وده 2 ستاندرد ديفيجن اباف اند بيلو ذا مين، وده 3 ستاندرد ديفيجن اباف اند بيلو ذا مين. مهم جدا تعرف ان 68% من السامبل سايز بتاعك لازم قيمهم تبقى بلس اور ماينس 1 ستاندرد ديفيجن من اليمين، و95% من السامبل سايز بتاعتك لازم قيمهم تبقى بلس اور ماينس 2 ستاندرد ديفيجن من اليمين، و99.7% من السامبل سايز بتاعتك لازم يبقوا بلس اور ماينس 3 ستاندرد ديفيجن من اليمين. الثلاث نسب دول في غايه الاهميه والخطوره، من غيرهم عمرك ما هتقدر تحل اي مساله نورمال ديستريبيوشن كيرف، والدليل هقوله لك واحنا بنحل الورك شيت. اذا 68 95 99 و7، 68 95 99 و7 اللي هو من الاخر كده الفرق ما بين بتاع طب ده ايامنا احنا، مش دعوه بالدفعه الاخرانيه دي اللي دخلت بالثمانينات دي مش عارف، ما علينا يعني. المهم الفرق بين بتاع طب وبتاع صيدله وبتاع تجاره، خلاص مجموع طب مجموع صيدله مجموع تجاره، مجموع طب اللي هو 99% 99 و7 99% خلاص، ده اللي هو 3 ستاندرد ديفيجن. مجموع صيدله اللي هو ايه 95% 94% كان بيخش صيدله اسنان كده، بعد كده بتاع تجاره بقى 68% خلاص، ف 68% 95% 99.7% دول الثلاث ايه حاجات عشان تفتكر الثلاثه نسب. طبعا مع احترامنا لجميع الكليات مش قصدي حاجه لا سمح الله. طيب نفس الكلام الدفعه الاخرانيه اللي هي بتاعت الثانويه العامه الاخرانيه دي تمتنع عن البتاع، مالهاش دعوه خالص خلاص، ما حدش فيكم ليه دعوه، لو بتسمع الفيديو ده في يوم من الايام ابقى حاسبا على السبب، ماليش دعوه. ناس دخلت هندسه ب 80% وحاجات غريبه، المهم يعني anyway. فخلونا نخش على الورك شيت بتاع ال، بص بيقول لك والله انا عملت امتحان ل 200 طالب، المين سكور بتاعي طلع 13 والستاندرد ديفيجن 2، هاو ماني ستودنتس سكورد
more than 17 اعلى من 17 من 20 بالراحه. ارسم كيرفك، تعال نرسم الكيرف. ادي النورمال ديستريبيوشن كيرف رسمناه، وادي ايه المين، هو قال المين كام 13، وادي 1 ستاندرد ديفيجن اباف بيلو، 2 ستاندرد ديفيجن اباف بيلو، 3 ستاندرد ديفيجن اباف بيلو. هو بيقول لك ان الستاندرد ديفيجن باتنين، يعني لو كده 13 يبقى ال1 ستاندرد ديفيجن زود 2 14 15، 2 ستاندرد ديفيجن زود 2 على 15 16 17 كده 19. نفس الكلام هنا، قلل 2 يبقى 11، قلل 2 يبقى 9، قلل 2 يبقى 7 ولا اقل من 7. هو عايزك تحسب له اللي جايبين اكتر من 17 من 20. الله، يعني وعايز يحسب اللي من هنا وانت طالب. طب بالراحه واحده واحده. توتال الطلبه بتوع 200 صح؟ المفروض من ال 200 دول كم في الميه يبقوا جايبين ما بين 11 و 15؟ ها؟ كم في الميه يبقوا جايبين ما بين 11 و 15؟ 68%. طيب وكم في الميه المفروض يبقوا جايبين ما بين 9 و 17؟ 95%. طب جميل، يبقى اذا كم في الميه يبقوا جايبين بقى ما بين 7 و 19؟ 7 و 19 98، قصدي سوري 99 و7 من 10%. anyway مش موضوعي، المهم ان في 95% واقعين اهو من هنا. هو بيسالك على اللي جايبين اعلى من كام؟ 17. 17 يعني اللي اعلى من هنا. طب حلو، اللي اعلى من هنا دي عن الحته دي، ولو هتدقق هتلاقي ان الحته دي بلس الحته دي الاثنين دول مع بعض، دي بلس دي تساوي 5%. اقنعك؟ اقنعك. مش دي 95؟ الحته دي 95؟ يبقى اللي فاضل هنا وهنا كام؟ 5%. طيب 5% يعني 2.5% هنا و2.5% هنا، يبقى اذا اللي جايبين اعلى من 15 من اللي جايبين اعلى من 17 من 20 2.5% من التوتال. اهو يبقى 200 في 2.5 على 100، بس خلاص كده. شفت النسب مهمه ازاي؟ ايه تعالى نحسبها بقى. 200 في 2.5 على 100 يبقى يا عيني خمسه بس اللي جايبين اعلى من 17، greater than 17 out of 20، 17 من 20. خمسه من ال 200 جايبين 17 من 20 فيما او اعلى من 17 من 20. كم هذا رائع. جميل، يبقى انت خلاص عرفت اهم حاجه في النورمال ديستريبيوشن كيرف، هي ان انت تعرف النسب وتعرف شكل الكيرف والستاندرد ديفيجن. النسب لازم تتحفظ صح، 68 95 99 و7 من 10%. اوكي كده انا خلصت الشيت السادس بالورك شيت بتاعه، فاضل لي اخر شيت اللي هو الشيت السابع بالورك شيت بتاعه. الورك شيت السابع والاخير، الورك شيت السابع والاخير ده هو اللي هحل لك فيه مشكله الكونفيدنس انترفال ومشكله الهايبوثيسيس تيستينج. بلوك الهايبوثيسيس تيستينج وبلوك الكونفيدنس انترفال. الكونفيدنس انترفال عندك ده بلوك، وفي بلوك تاني اللي هو الاوتكم اوف ستاتستيكال هايبوثيسيس تيستينج اللي هو ده. تمام اوكي. طيب فخلونا نمسك واحد واحد ونحل مشكلته. تعالوا نتكلم على الكونفيدنس انترفال اول. بص عايز افهمك نقطه مهمه جدا عشان تفهم الكونفيدنس انترفال ببساطه. كونفيدنس انترفال افتكرها بكلمه كونفيدنس، افتكرها بكلمه كونفيدنس. معلش ادوني دقيقة واحدة علشان اللي عمال على الباب. طيب فالكونفيدنس انترفال افتكرها بكلمة كونفيدنس. كونفيدنس يعني ثقة بنفسك. يعني عارف أنت لما أجي أقول لك كده إيه؟ والله بص 80% من طلبة الطب في مصر مكتئبين. تقول لي 80%؟ أقول لك أه 80% من طلبة كلية الطب في مصر مكتئبين. انت بنيت النتيجه بتاعتك دي على ايه؟ يقول لك والله انا خدت عينه من طلبه كليه الطب القصر العيني ولقيت ان 80% من العينه مكتئبه.
قالوا له طب يعني تيجي انت تسالني تقول لي طب انت واثق من رقم 80% ده انه يمثل طلبه الطب في مصر كلها؟ يعني لو طبقنا نفس الطريقه اللي انت لميت بيها الداتا دي على طلبه الطب في مصر كلها هيطلع نفس النسبه 80%؟ والله اكيد لا، هي هتطلع يا اقل يا اكتر. طب بحاجه بسيطه ولا بحاجه كبيره؟ هي دي بقى الكونفيدنس انترفال، مدى ثقتك. يعني ال 80 دي لما تيجي تطبقها وتعممها على طلب الطب في مصر كلهم هتطلع مثلا 70 90، او ده اسمه اللور ليميت اوف يور كونفيدنس اند هاي ليميت اوف يور كونفيدنس. كل ما الكونفيدنس انترفال قيمته كقيمه عليت كل ما هذا الحرم يضيق. يعني اللور ليميت يقرب كده والابر ليميت يقرب، فعارف انت اللي هو ايه؟ طب ايه اللي يخليني اقدر اقرب من الحقيقه اكتر واقول رقم انا واثق منه اكتر؟ بان بدل ما اعمل السيرفي او بدل ما اعمل الاستادي على عينه الطلبه من القصر العيني بس، لا ده انا هاخد عينه الطلبه من القصر العيني وبنها والمنوفيه والزقازيق واسيوط وكده، تمام؟ فبوسع الحلقه، بانكلود مور بيبل ان ماي بوبيوليشن او ان ماي ستادي بوبيوليشن، يعني بزود السامبل سايز اللي هو الان. شوف اذا ذا كونفيدنس انترفال انكريز اند ذا انترفال بيكم نارور از ذا سامبل سايز انكريز، لان ده اللي بيقلل معامل الخطا، معامل احتمال وجود خطا في القيمه اللي انت بتطلعها. القيمه اللي انت بتطلعها بقت اقرب الى الحقيقه لانك قربت من البوبيوليشن الحقيقي، بانك قدرت تاخد عينه اكبر. فهي دي فكره العلاقه بين السامبل سايز والكونفيدنس انترفال، ان كل ما السامبل سايز تعلى كل ما الانترفال بتاعك او الكونفيدنس انترفال بتاعك يزيد، فالابر ليميت واللور ليميت يقربوا من بعض، الحرم يضيق. الحرم يضيق لما الكونفيدنس انترفال يزيد. اذا الرينج بتاعي هيضيق كل ما الكونفيدنس انترفال يزيد. طيب اذا طبيعي جدا ان اقول ان الكونفيدنس انترفال از 1 ماينس الفا. لا والله مش طبيعي يا دكتور، فهمني يعني ايه الفا اصلا. الفا دي از تايب اوف ايرور، الفا از تايب 1 ايرور، بيتا از تايب 2 ايرور. وهناخد الكلام ده تحت هنا، ما تستعجلش على رزقك، وهفكرك بيه. عارف ليه الفا تايب 1 وبيتا تايب 2؟ لان اول حرف في الابجديه ايه؟ فالالفا تايب 1، ثاني حرف في الابجديه بي، فالبي بي بيتا لازم تبقى تايب 2 ايرور، مش كده فكرت يعني. المهم فالالفا ده اللي هو تايب 1 ايرور. ايه تايب 1 ايرور دي؟ تايب 1 وين يو سي اتش 1 لكن طلعت غلطان، تايب 1 وين يو سي اتش 1 ولكن طلعت غلطان، لكنك طلعت مخطئ. معلش هو ايه اتش 1 دي؟ اتش 1 دي از يور alternative hypothesis، اللي هو الفرضيه اللي انت بتفرضها ليه؟ 80% والله مكتئبين. اه دي بقت الاتش 1 بتاعتك، انك بتفترض ان 80% مكتئبين. يعني انت قلت 80% مكتئبين لكن انت اكشوال طلعت غلطان مكتئب. اه ده اسمه احتماليه الالفا 1 او الالفا ايرور، تايب 1 ايرور. اذا يا جماعه الكونفدنس انترفال هيبقى ايكوال 1 ماينس الالفا ايرور. عارف ليه؟ اهو الدليل اهو، ان كل ما تقلل الالفا ايرور تقلل الخطا. كل ما ال 1 ماينس، يعني لو 1 ماينس 1 بقت بزيرو، انما لو 1 ماينس خليت ال 1 دي بقت مثلا 0.1، بقت بدل زيرو بقت 0.9. اوه يعني كده الكونفدنس انترفال بيعلى، يعني الكونفدنس انترفال اذا بيعلى ثقتك في نفسك بتزيد كل ما الالفا ايرور قل، فلازم تبقى الكونفدنس انترفال ايكوال 1 ماينس الالفا او ايكوال 1 ماينس الفا ايرور. تمام؟ دي انا عايز اعرفها لك وافهمها لك ببساطه، لان هو في الفيرست ايد هنا كاتب لك ان السي اي ايكوال 1 ماينس الفا او 1 ماينس الالفا ايرور، وهو ده يا جماعه اللي دايما دايما وابدا الكونفدنس انترفال بيتاخد في اي ستادي 95%، انك تحاول تخلي نفسك 95% كونفدنت من الريزلتس بتاعتك، لان 95% كونفدنس هي دي اللي بتضيق الرينج جامد، فبالتالي بتخلي قيمتك اللي انت مطلعها في الاستادي دي قيمه قريبه جدا من الواقع. وعلى فكره ال 95% كونفيدنس انترفال هو ده اللي بيبقى كورسبوندنج للسيجنيفيكانت بي فاليو اللي كلنا اكيد عارفينها، اللي هي بتبقى ليس ذان 0.05، اللي هي تبقى ليس ذان 0.05 اللي هي البي فاليو السيجنيفيكانت، يعني هي دي اللي بتبقى بتوازي 95% كونفيدنس انترفال. المهم يعني فده الايه، دي فكره الكونفيدنس انترفال. السؤال بقى بتاع الكونفيدنس انترفال بيجي في الامتحان ايه؟ انه بيجيب لك ارقام كده
ويقول لك ان ده الكونفيدنس انترفال اللي بتتمرجح فيه الاستادي بتاعتنا. يعني مثلا والله الريلاتيف ريسك، الريلاتيف ريسك اللي طلعت من استادي ما بين عينه من ناس بتدخن وعينه من ناس ما بتدخنش، كانت الريلاتيف ريسك اللي طلع من الاستادي دي كانت 8، والكونفيدنس انترفال بتاعي الرينج بتاعه من 4 ل 12، ده الرينج بتاعه. يعني والله يوم ما هتقل معظم هتبقى 4، يوم ما هتعلى معظم تبقى 12 كده. الاستادي دي تبقى سيجنيفيكانت ولا مش سيجنيفيكانت بالداتا اللي انت شايفها قدامك دي؟ طب معلش، هو انا بتكلم في ريلاتيف ريسك صح؟ الريلاتيف ريسك كان دايما بيبقى سيجنيفيكانت لما يبقى جريتر ذان ايه؟ 1، اعلى من 1. طيب حلو، ال 8 اعلى من 1 ولا لا؟ اه. طب اللور ليميت بتاعي اعلى من 1 ولا لا؟ اه اعلى من 1. طب الابر ليميت اعلى من 1. يبقى طالما كلهم اعلى من 1 يبقى الريزلت دي سيجنيفيكانت خلاص، لان الكونفيدنس انترفال بتاعي مش داخل فيه رقم 1، مش انكلودنج 1. اشوف اذا لو انت بتتكلم بلغه كيس كنترول او كوهرت في اي ستادي زي ريلاتيف ريسك او اودز ريشيو، يا ريلاتيف ريسك يا اودز ريشيو واتس ايفر، يعني انت بتشوف الكونفيدنس انترفال هيجعل القيمه اللي في النص انكلودنج 1 ولا مش بت انكلود 1 كقيمه في المنتصف. انت فاهمني؟ بعكس بقى لو سمثينج ايلس، اي حاجه ثانيه غير كيس كنترول او كوهرت، انت محتاج ان القيم ما تنكلودش زيرو. فلو بيديك برضو قيم ثانيه كده ورينج قيم بالكونفيدنس انترفال، لو لقيت رينج القيم ده انكلودنج زيرو اعرف ان لا، كده في احتمال ان تكون الاستادي دي فيستك، ما فيش اي اختلاف. انما لو ما فيش زيرو جوه الكونفيدنس انترفال رينج، يبقى كده معناته ان الايه؟ ان الريزلت بتاعت الاستادي دي ايه؟ سيجنيفيكانت وبنت ناس او محترم عليها جدا. اوكي طب حلو خالص، يبقى ده ايه؟ ده بالنسبه للكونفيدنس انترفال. تعالوا نخش بعد كده على الهايبوثيسيس تيستنج علشان نطبق على الكلام بالورك شيت الاخراني. الهايبوثيسيس تيستنج هي اخر تطبيق لل 2 باي 2 تيبل عندنا في الاحصاء او في الاستاتستكس. بس هنا ال 2 باي 2 تيبل بيكون تو تيست ذا هايبوثيسيس اوف ستادي. يعني ايه الهايبوثيسيس؟ الفرضيه، الفرضيه اللي بتفترضها الاستادي. في عندك نوعين من الفرضيه، يا اما H1 hypothesis يا H0 hypothesis. H1 يعني فرضية أن هناك فرق، إنما ال H0 فرضية أنه ليس هناك فرق. فاهم؟ فال H1 بتتسمى alternative hypothesis، يعني فرضية أن هناك فرق. ال H0 دي اسمها null hypothesis، null، no، no، null، فرضية أنه ليس هناك فرق. طيب انت بتقارن ما بين الاستادي والواقع الرياليتي، لان الاستادي بتحاول تعكس الواقع. فالاستادي في احتمال انها تقول لك ان في فرق او ما فيش فرق، والواقع قد يكون او قد يحتمل ان يكون فعلا في فرق، او ان يكون الواقع ان ما فيش فرق. ان توافقت الاستادي مع الواقع، يعني الاستادي قالت ان في فرق والواقع فعلا انه في فرق، يبقى الاستادي دي قويه. This is a measure of power. خلاص، this is the measure of power. حلو، ده شيء جميل. This is the measure of the power of the study، قوة الاستادي. الاستادي دي قوية، إنها قالت إن فعلا في فرق، وطلع الرياليتي فعلا إن في فرق. طيب، في بقى نوعين من الايرورز ممكن يحصلوا في الاستادي، إن الاستادي تقول إن في فرق، لكن الواقع إن مفيش فرق. ده اسمه تايب 1 ايرور. أو إن الاستادي تقول مفيش فرق لكن الواقع إن يطلع إن في فرق، وده بيتسمى بيتا ايرور. ففي نوعين من الايرورز، يا إما إن الاستادي قالت إن في فرق لكن طلع إن مفيش فرق، ده يتسمى تايب 1 ايرور أو ألفا ايرور. أو إن الاستادي قالت إن مفيش فرق لكن الواقع طلع إن في فرق، ده يتسمى بيتا ايرور أو تايب 2 ايرور. عايز أحل لك مشكلتين هنا. المشكلة الأولانية هي ان انت تفتكر ان تايب 1 هو الالفا وتايب 2 هو البيتا، ودي احنا حليناها قبل كده. قلنا ان اول حرف في الابجديه تايب 1 1 1 هو حرف الاي، اي ف 1 هي الالفا. طب والثاني حرف في الابجديه 2 2 تايب 2 بي، يبقى بي بيتا، فتايب 2 هي البيتا. طب خلاص حليت لك اول مشكله.
يعني انت عرفت ان تايب 1 هو الالفا وتايب 2 هو البيتا. تاني مشكله عندك هو انك ما تلخبطش بينهم هما الاثنين. بص افتكرها كده، هو لو الاستادي قالت ان في فرق بس الواقع الاليم طلع ان ما فيش فرق، يبقى كده كان الاستادي قالت لك عليك ايه؟ عليك واحد. عليك واحد عليك واحد. خلاص يعني انا قلت لك ان في فرق بس طلع ما فيش فرق، عليك واحد. عليك واحد دي تبقى تايب 1 ايرور فعلا. انت فهمتني؟ وباي اكسكلوجن بقت الثانيه تايب 2 اللي هي ان الاستادي قالت ما فيش فرق اكشوالي بس طلع في فرق. دي اللي هي فرج الله، يعني الاستادي قالت ما فيش فرق بس الواقع طلع ان في فرق، كده فرج الله. خلاص اسمه تايب 2 ايرور اللي هو بيتا ايرور. برضه ممكن ترتبها ترتيبه ثانيه انك تبقى فاكر ال 2 باي 2 تيبل وتحط ال H1 وال H0 والرياليتي H1 و H0 وتروح جاي كاتب ايه؟ باور الفا بيتا بالترتيب، باور الفا بيتا، باور الفا بيتا علشان ما تنساش، باور الفا بيتا او باور اي بي، باور وبعدين اي وبي والفا بيتا 1 2 ماشي خلاص؟ علشان برضو ايه دي برضو ممكن ترتبها كده او ترتبها كده. ترتيبه الخانات في 2 باي 2 تيبل از اكستريملي امبورتنت عشان تقدر تحل مسائل الهايبوثيسيس تيستنج زي ما هنحل في الورك شيت كمان شويه. مهم جدا تعرف ان الباور تساوي 1 ماينس البيتا. ليه؟ بسيطة خالص، لأن كل ما البيتا ايرور قل كل ما الباور بقت أعلى، لأن البيتا ايرور ده إن أنا أقول لك إن مفيش فرق لكن الواقع إن في فرق. فكل ما إن أنا أقول إن مفيش فرق والواقع إن في فرق ده يقل كل ما الباور بتاعتي بقت أعلى، فإن سيمبلي على فكرة أنت الخانة دي على بعضها 100% صح؟ اللي فوق ده كله هو الـ H1 100% of the H1 اللي فوق 100% of the H1 reality. تمام؟ فانت 100% يبقى الخانه دي تساوي ايه؟ 100% ماينس البيتا، 100% دي ناقص البيتا يديك دي، ف 100 ماينس بيتا ال 100% تقعد مكانها 1 لان 100 على 100 ف 1 ماينس بيتا مش فارقه. بس اللي عايزك تعرفه بس ان ديكريز بيتا تيك فروم انكريز باور، يعني لو عايز تقلل البيتا ايرور انت محتاج تعلي الباور بتاعك، لان رفع الباور يقلل البيتا ايرور، لان البيتا واضح ان هي الباور 1 ماينس البيتا، يبقى ارتفاع البيتا بيقلل الباور وارتفاع الباور يوطي البيتا. فلو انت عايز تعلي الباور لازم تقلل البيتا ايرور. وتعلي الباور بتاعت الاستادي بتاعتك ازاي؟ There is power in numbers دايما يقول لك كده. There is power in numbers and measurement. There is power in numbers and measurements. There is power in numbers and measurements. يعني لو نفسك تعلي الباور بتاعت اي ستادي، علي السامبل سايز وحسن القياس او المقياس اللي انت بتستخدمه، حسن الجهاز اللي انت بتقيس بيه، خليه يبقى مور بريسايز. كل ما تحسن جوده الميجرمنت وتزود السامبل سايز كل ما هتعلي الباور وتقلل البيتا ايرور او تقلل التايب 2 ايرور. خلاص؟ طيب تعالوا نطبق بمساله على الهايبوثيسيس تيستنج في الورك شيت، لان ده اكستريملي امبورتنت، لان الكونفيدنس انترفال انا اوريدي خلصت قلت لك المساله بتتسال عليه، فاضل بس ان انا اقول لك المساله اللي بتتسال على الهايبوثيسيس تيستنج. والمساله دي انا واخدها كوبي بيست من احد الفيديوز اللي على اليوتيوب، فيديو من الفيديوهات على اليوتيوب اخدتها منه كوبي بيست اهو. الراجل بيقول لك ايه؟ تعالوا كده نبص. اهو انا خدتها شوت سكرين من الفيديو، لقيته افضل مثال واقرب مثال للمسائل اللي بتيجي في اليو وورلد. يعني بص بيقول لك a new study showed that the mean HDL اللي هو الدهون، يعني مستوى الدهون في النون دايابيتيك بيشنت 42 وال HDL في الدايابيتيك بيشنت 35. يعني هو هنا بيوضح لك يعني في فرق بين الاتش دي ال في بتوع الدايابيتس في النون دايابيتيك والاتش دي ال في الدايابيتيك. الاتش دي ال في الدايابيتيك واضح انه اوطى من اللي نون دايابيتيك. هل انت واثق من الكلام ده؟ هل انت واثق من هذا الكلام؟ بيقول لك اهو، يقول لك ذا بروبابيلتي ذات ذيس ريزلت واز ديو تو تشانس اللي هو بالصدفه كده جت مع الهبل دبل 0.05. There is 15% probability of concluding that there is no difference in HDL measurements when there is one in reality. يعني في فعلا difference in reality.
What is the p-value? طب بص السؤال الاولاني ده سهل قوي. What is the p-value of the study? ال p-value هي 0.05. هو ال p-value دي اللي هي زي ما قلنا اللي هي بتبقى زي ما بيقولوا p-value is the chance that your results أو the probability that your results are due to chance. احتمالية إن النتائج اللي أنت مطلعها دي تكون نتائج بالصدفة البحتة يعني جت معاك كده خلاص احتماليتها 0.05 فالبي فاليو بس هو هنا سألك 30% ولا 15% ولا 10% ولا 5% أيوة ما هي 0.05 دي لو ضربتها في 100 بقت 5 فكده 5% دي الإجابة الصح ماشي دي البي فاليو سهلة خالص فالبي فاليو هي تعريفها the probability that your result is due to chance اللي هو جاي معاك كده بالصدفة قايل لك مثلا the probability that my result is due to chance is 0.03 يبقى البي فاليو بتاعت 3% خلاص 0.005 فكده الاحتمال بقت 0.5% وهكذا سالك بقى هنا بيقول لك what is the power of the study هنا بقى السؤال ده هو اللي محتاج ال 2 by 2 table يا معلم تعالى نرسم ال 2 by 2 table كده ونركز ونصحصح مع بعض ارسم يا باشا ال 2 by 2 table بتاعتك حط الرياليتي فوق وحط الاستادي بتاعتك تحت واعمل ال 2 by 2 تيبل H1 H0 H1 H0 هو عايزك تكالكوليت الباور يعني عايزك تكالكوليت دي الباور دي الباور اللي هي زي ما قلنا H1 و H1 this is the power طب و H1 H0 دي كانت ايه؟ التايب 1 ايرور اللي هو الالفا ايرور طب ودي التايب 2 ايرور اللي هي البيتا ايرور طب اقرا معايا كده الكلمه اللي مديها لك او البوزيتيف داتا اللي مديها لك بص بيقول لك ايه there is 15% probability of concluding that there is no difference in your study يعني انت قلت في الاستادي ان مفيش difference where actually there is one exists You said that there is no difference and actually there was one exists. يعني كأن الكلام اللي وصفه لك ده هو الوصف الحرفي للتايب 2 ايرور. ان في احتماليه 15% من الاستادي تقول ما فيش فرق لكن في الواقع هناك فرق اللي هو التايب 2 ايرور. فالتايب 2 ايرور نسبته 15%، 15% ينفع نعوضها 15%؟ لا لازم تتحط 0.15. يعني الخانه دي 0.15 البيتا ايكوال 0.15 طب والباور كان ايكوال 1 ماينس البيتا بس خلاص يعني 1 ماينس 0.15 1 ماينس 0.15 تديك كام؟ 0.85 تبقى عرفت قيمه ان انت تحط ال 2 باي 2 تيبل بتاعك وتبقى عارف 1 ماينس والكلام ده كله والبيانات دي اهم حاجه مهمه بالنسبه لك خلاص؟ كله تمام؟ أخيرا مهم جدا تطبق على البرنسبلز اللي أنا قلتها لك دي تبص عليها كويس جدا من بلوكات الفيرست ايد البلوكات اللي أنا بحكي لك عليها في الفيرست ايد دي اللي بنسبة تفوق هيجي فيها نسبة تفوق ال 85% من أسئلة الإحصاء والإبيديميولوجي اللي هتجي لك في الامتحان. أنت كده اتعلمت إزاي تتعامل مع نسبة تفوق ال 85% من أسئلة الإبيديميولوجي والاستاتستكس اللي هتجي لك في الامتحان. محتاج أكتر من كده اشتغل على نفسك بقى بس ظبط ده الأول. ظبطت ده أنت الحمد لله عديت من مقسلة أو من سكينة الاستاتستكس على خير. أنت جهبس في الإحصاء خلاص أنت ليفلك يفوق هذا الفيديو. أتمنى إن الفيديو ده يحل مشكلة واحد بس في الإحصاء ويدعي لي. اتمنى من حضراتكم بس ان لو الفيديو فادك انك تدعي لي وتفتكرني دايما في الدعاء واخيرا استودعكم الله ومتشكر جدا لحضراتكم على حسن الاستماع وبالتوفيق لكم جميعا في اسئله الابيديميولوجي اند ستاتستكس ان يور اكزام شكرا السلام عليكم